السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. طبعا كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله يا رب تكون سنة سعيدة عليكم وعلى عوائلكم الكريمة. ألف مبروك لقبولكم كليات الطب، إن شاء الله يا رب يكون هذا الطريق الأول بالنجاح، وإن شاء الله تكونون من الطلبة المتفوقين ومن الطلبة ومن الأطباء الناجحين إن شاء الله. طلاب، أحب أعرفكم بنفسي، أنا دكتور علي حسين بدر من جامعة بابل كلية الطب، متخرج من جامعة بابل سنة 2020 من الأوائل على الدفعة. إن شاء الله إحنا بهذا الكورس اللي هو مال ميديكال فيزيكس راح ناخذ لكم الميديكال فيزيكس إن شاء الله بطريقة مختلفة. راح نمشي ونتبع نظام حسب المحاضرات اللي بنعطيكم إياها. أنا إيش أريدكم أنتم كطلاب مرحلة أولى؟ كطلاب مرحلة أولى طريقة القراءة لازم تكون مختلفة، لازم أنت طريقة قراءة أنه أنت كطالب سادس تختلف عن الكلية، لازم يا شباب تقرأ بطريقة كلينيكالية، بطريقة عملية، حتى لأن أنت كطبيب حتى باشر عقبة من تنسأل أو من تكون مستقبلا مسلح بمعلومات تقدر تبني عليها معلومات أخرى. فإحنا إن شاء الله نعلمكم شنو طريقة الأسئلة، إحنا مو ندرخ مثل السادس، لا. ان شاء الله راح اعلمكم شلون تقرون. اريدك من اشرحاني تجيب المحاضره يمك والمحاضره من تحطها حتى تاشر وترجم يمها وشلون نشرح. بعد حتى ما نضيع وقت نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش. طلاب، اليوم راح نشرح الفيزيكس اوف سكيليتال سيستم، يعني فيزياء السكيليتال سيستم. طلاب، السكيليتال هو الجهاز الهيكلي، طلاب الجسم بهواي اجهزه، بيه جهاز عصبي، بيه جهاز دوران، يعني الى اخره. احنا اليوم راح ناخذ الفيزيكس اوف سكيليتال سيستم، يعني السكيليتال معناه هيكلي طلاب، السكيليتال باللاتيني معناه عظام، سيستم يعني جهاز، فراح ناخذ الفيزيكس اوف سكيليتال سيستم. طلاب، راح نجيب البون، البون هو العظم، البون هو العظم. Bone is the substance that form the skeleton of the body. البون العظم هو المادة التي تكون substance مادة التي تكون form the skeleton التي تكون الهيكل of the body التي تكون skeleton يعني الهيكل الجسم. إذن البون bone يعني عظم. بون العظم هي المادة سبستنس التي تكون فورم تكون سكيلتون اللي تكون هيكل الجسم، واضح؟ إذا البون هي المادة شو تكون هيكل الجسم. is composed chiefly of calcium phosphate and calcium carbonate. طلاب، كل الدنيا تعرف انه العظم، هسه حتى الناس اللي ما داخلين كليه الطب يعرف انه العظم متكون من كالسيوم، بس احنا كطلاب طب كاطباء لازم نصير دقيقين. العظم متكون، شوفوا خاف تجيك، من كالسيوم فوسفيت يعني فوسفات الكالسيوم، ومتكونه من كربونات الكالسيوم، يعني كالسيوم فوسفيت وكالسيوم كربونيت. طلاب، انت مو تجي تدرخ هاي، يعني انا ادرخ هاي واروح، ما تجيك بالامتحان درخ، انت ممكن تجيك شيء اسمه مولتيبل تشويس كويشن، ام سي كيو. يعني شنو ام سي كيو؟ يعني اختيارات. ام سي كيو مولتيبل تشويس كويشن يعني اختيارات. يعني طلاب يقول لك بون السبستنس ذات فورم سكيلتون اوف ذا بودي كومبوز تشيفلي، يحط لك انه العظم كومبوز يعني يتكون شيفلي بشكل رئيسي، مين يتكون؟ يحط لك اختيارات، يحط لك مثلا صوديوم، يحط لك مثلا بوتاسيوم، ويحط لك وياه شنو؟ كالسيوم فوسفيت. انت ايش تختار؟ تختار كالسيوم فوسفيت. اذا العظم هي الماده التي تكون هيكل الجسم، والتي تتكون من فوسفات الكالسيوم وكربونات الكالسيوم. Bones provide a structure for our body. العظام تكون الهيكل. العظام provide تكون structure يعني الهيكل of our body. إذن العظام تكون الهيكل مع الأجسام. These include العظام إيش تتكون؟ راح يعطيك أمثلة. These include the bones العظام of skull مثلاً skull جمجمة مثلاً عظام الجمجمة. Spine عظام العمود الفقري نسميها spine، لذلك راح أكو شيء اسمه spinal cord، فالعظام ما العمود الفقري اسمه spine. بين قوسين vertebra يعني فقرات. بعد العظام مثل إيش؟ مثل الربس، الأضلاع، الضلوع يسموها ربس هاي بالقفص الصدري. arms الأرم تعرفوها، and legs ليكس السيقان. زين، فبالتالي قال لك انه العظام تتكون من فوسفات الكالسيوم ومن ايضا كربونات الكالسيوم. طلع، فالبون ار
made of connective tissue reinforced with calcium and specialized bone cell. طلاب من كنتوا بالسادس العلمي كنتوا بالاحياء تاخذون النسيج وانواع الانسجه، من ضمن انواع الانسجه النسيج الضام connective tissue. طلاب انت دائما يعني تحفظ بشكل كلش عربي، يعني حفظه انه connective tissue نسيج ضام. هذا connective tissue يعني من راح يقول لك البون العظم شنو نوع النسيج بيه؟ تقول له نوعه connective tissue، بس هو مو connective tissue عادي، مسلح reinforced by connective tissue ويا كالسيوم وخلايا عظمية خاصة متخصصة، راح ناخذ اسمه osteocyte. يعني طلاب العظم خاف تجيك فراغ، العظم شنو نوع النسيج بيه؟ connective tissue. هل انه العظم فقط connective tissue؟ قطعا لا، connective tissue نسيج ضام ويا مسلح بيش بكالسيوم مع specialized bone cell، خلايا سيل خلايا بون عظم specialized متخصصة، خلايا عظمية متخصصة مثل الاوستيوسايت اللي راح نشرح عليها. يعني طلاب هسه عرفنا العظم من متكون، اهم شيء من فوسفات الكالسيوم ومن كربونات الكالسيوم. شنو نوع النسيج؟ نوع النسيج connective tissue نسيج ضام. زين طلاب نجي الفانكشن اوف ذا بونز، وظائف العظام. طلاب كنا نعرفها، اول شيء سبورتنج، سبورتنج يعني اسناد العظم بفائده، اول نوع الاسناد سبورتنج. يعني شنو الاسناد؟ ذا سيستم اوف ذا بونز، جهاز او الجهاز من العظام، اند مسل سبورت ذا بودي ويت. طلاب يقول لك العظام البونز والمسلز، المسلز يعني العضلات، العظام والعضلات تسند سبورت، تسند الجسم، تسند وزن الجسم. يعني انت كانسان واقف، من اللي موقفك؟ العظام، عظام رجليه، عظام ايديه، واضح؟ الاذن، اذن، بس مو بس العظم وحظ البونز، لا، المسلز عفوا العضلات هي اللي تسند الجسم. The muscles are attached to the bones through the tendons and ligaments. طلاب باعوا على هذا الرسم، شوف طلاب، طلاب العضلة، العضلة دائما ترتبط بالعظم. يعني شوف هسه هاي عظمة، هاي دا اشير لكم، هاي عظمة نسميها، هاي العظمة شوفوها اللي نهايتها، شوفوا العظمة، ما ادخل اسمها باتيلا وتفاصيل ما ادخل، بس شوف هاي العضلة، هاي عضلة وهاي عظم. طلاب العضلة هي هاي العضلة، شوف دا أشر علي، هاي العضلة لحد هنا تنتهي، وهنا شنو عندي؟ هنا عظم، هاي العضلة لحد هنا تنتهي وهاي عندها عظم. طلاب هاي العضلة ترتبط بهذا العظم عن طريق شيء اسمه تندون. تندون يعني طلاب شلون يعني الرابط، شلون الرابط يعني شلون نقول رباط، لو عندنا رباط صليبي دول اللواعيب من يكسرون، واضح؟ لان بين هواي انواع بعدين تاخذون ان شاء الله. فانا ابدا اوصل لك شغله، انت حتى تعرف اذا واحد بالشارع سالك قال لك العضلات شلون تتصل بالعظام، هل بشكل مباشر العضله ترتبط بالعظم؟ قطعا لا شباب، انه العضله ترتبط بالعظم عن طريق شيء اسمه رباط اللي هو التندون، واضافه الى ليجمنت الغضاري. اذا العضلات مسلز ترتبط بالعظم attached to bone عن طريق tendons، هاي tendons هشوفوا هاي قلنا الأربطة، and ligaments الغضاريف، واضح الفكرة؟ هسوي الوظيفة العظم supporting. ثاني وظيفة اسمها locomotion، locomotion طلاب قبل لا أترجم لكم إياها، locomotion إحنا هذا مثلا المرفق، هذا المرفق، هذا عظم فوقه. طلاب الله سبحانه وتعالى مسوينا المفصل يقدر يتحرك بشكل بسهولة، ليش هذا المفصل؟ طلاب راح نفهم ليش. شوفوا bone joints مفاصل العظام، يعني المفاصل joints يعني مفاصل، which permit تسمح the movement of one bone with respect to the another. طلاب الله سبحانه وتعالى ما خلال الإيد مالتي كاملة، خلال شوفوا مفصل، نانا مفصل حتى يخلي عظم يقدر يتحرك ويا الآخر، فيقول لك هذا يسموه locomotion الحركة. فبالتالي bones العظام، جوينت المفاصل عفوا، يعني هي المفاصل العظمية، يعني هي المفاصل هي عظام، تسمح للحركة من عظم إلى عظم آخر، يعني أوكي، يعني على حساب الآخر، رسبكت يعني يحترم الآخر، بس هي ما تجينا يحترم الآخر، يعني العظام يتحرك هاي، هذا راح يسند يوقف على حساب الآخر. These hinges and articulation are very important. طلاب يعني تعلق هذا الشيء، هذا مثلا المفصل مرتبط بهذا، هذا الشيء شنو الفائدة مالته؟ فائدة مالته على مود التمفصل، الارتكوليشن، ارتكوليشن يعني تمفصل، يعني هسه الرجل مالتك جاي عدله، لا اكو بيها مفصل، ليش الله حط لك هذا المفصل؟ حتى على مود التمفصل، الارتكوليشن الحركة are very important. وهذا التمفصل
اللي الله يعني ما مسوينا مفاصل، ليش سبحانه وتعالى مفاصل مسوينا؟ ليش اكو مفاصل بالجسم؟ ليش كلش مهم على مود important، شنو مهم for walking للمشي as well as any other motion of the body، وهذا الشيء ينطبق على كل الجسم. إذن هسه أول فائدة support، وعرفنا العضلة ترتبط العظم عن طريق شيء اسمه تندون وليجمنت. ثاني واحدة اللوكوموشن، اللوكوموشن هو يعطيني اياها الجوينتس المفصل، وهذا المفصل يسمح لي بالحركة بسهولة، واضح؟ وهذا على مود الارتكوليشن التمفصل، وفائدة التمفصل حتى الوالكينج المشي. وبروتكشن طلاب العظم يحمي، يعني طلاب اني سكال، سكال يعني عظام جمجمة، طلاب اني لو 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 الدماغ مالتي لو هسه انا هذا مثلا راسي بدون سكال بدون جمجمة، فلو كان اقل ضربة اقل حادث احنا نموت، لان الله لكن الله سبحانه وتعالى خلانا الدماغ داير ما داير اكو جمجمه سكيل تحمي، فبالتالي من فوائد العظم هو البروتكشن. اضافه القفص الصدري طلاب، القفص الصدري جوه شكو قلب اكو رئتين اكو هواي، فلو ماكو هذا القفص الصدري شا اقل ضربه اقل وقعه انت راح تتاذى. فبروتكشن الحمايه، بروتكشن يعني حمايه، بروتكشن اوف ديليكيت بودي بارت يعني حمايه الاعضاء الجسم المهمه. شلون حمايه ديليكيت يعني شلون الاجزاء المهمه، بودي بارت اجزاء الجسم ار امبورتنت يعني حمايه اجزاء الجسم شيء مهم، امبورتنت فانكشن واضح ان سم بون. زين مثل ايش؟ يقول لك السكال نفس المثال اللي ضربناه، السكال يعني عظام الجمجمه، وتو بروتكت ذا برين عظام الجمجمه تحمي الدماغ واضح، اند سيفرال اذر موست امبورتنت سنسوري اورجان. عظام الجمجمه مو تحمي بس الدماغ، داخل الجمجمة ودماغ وأعصاب طلاب أو يعني أوكي و several of the most important sensory organ، الأورغان يعني الأعضاء الحسية الأخرى، يعني الجمجمة تحمي البرين الدماغ والأعضاء الحسية المهمة مثل العين الأيز والإير والإذن. طبعا وهذا is extremely strong container while the rib are، وبعد يعطيك مثال الربس الأضلاع شبيهة form تكون protective gauge تكون صندوق للحماية for heart للقلب والرئة. يعني طلاب protection هسه من يجيك الأستاذ يقول لك يابا شلون العظم راح يسوي البروتكشن حماية، يقول لي مثل عندي عظام الجمجمة السكال راح تحمي لي البرين اللي هو الدماغ وتحمي لي السنسوري أورغان الأعضاء الحسية مثل الآي والإير الإذن والعين والإذن. اضافه اعطيني بعد مثال قول للربس الاضلاع تحميلي ايضا تسوي لي عباره عن بروتكتيف جيج صندوق للحمايه، ايش تحمي لك؟ تحمي لك الهارت، الهارت يعني قلب، اللنجز يعني رئه، راح تاخذون بالترمينولوجي. اذا الهارت هو قلب واللنجز هي رئه، وهاي منطيك الامثله. شوف طلاب شوف هاي الاضلاع ذني الربس شوفوا ذني الاضلاع شلون واحده مقابل الاخرى، وهذا عظم القص نسميه ستيرنم واضح، يحكوا لكم اياهم بالتشريح بقيه الدكاتره ان شاء الله يوضح لكم اياهم. فطلاب شوف القفص الصدري بروتكتيف جيج صندوق يحمي القلب والرئتين، في حين هاي السكالز تحمي بداخلها اكو دماغ براين واكو ايز واير ايضا راح تحميها. زين بعد شنو عندنا وظائف؟ عندنا طلاب ستورج اوف كيميكال هو عباره عن مخزن من مواد كيميائيه. شوف طلاب خلنا اشرح لكم هاي شغله جدا مهمه، حتى احنا الاطباء مو بس نحفظ الاشياء الفيزيائيه، انا الفيزياء ادرسها حتى استفاد منها طبيا، واضح؟ شوف طلاب العظم 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 هو عباره عن مستودع ستورج مال هواي مواد. يعني شلون؟ يعني طلاب مثلا هسه انا عندي بالجسم مثلا ذولا اللي يصيرون مثلا اولد ايج يعني نسوان امهاتكم اخواتكم من يصيروا كبار بالعمر، ذولا خطيه راح يصير عندهم شيء حاله اسمها بوست مينوبوز. يعني شنو بوست مينوبوز طلاب؟ يعني يصير عندهم سن الياس، هذا هو سن الياس العظام مالتهم تكون بتوجعهم، يعني يصير نقص طلاب وين؟ بماده الكالسيوم اللي بالعظم، واضح؟ زين هذا مثال اخر مثلا واحد انسان تمرض، هسه راح اشرح لكم شنو الفكره، مثلا انسان تمرض صار عندنا نقص بالكالسيوم، الجسم راح يتحسس. هسه انا مثلا الكالسيوم انا احتاج كالسيوم بالدم، الحاله الطبيعيه انه احنا نحتاج كالسيوم وين؟ بالدم. اذا مثلا الكالسيوم بالدم كلش قليله الجسم راح يتحسس، يقول كالسيوم بالدم قليل ايش راح يسوي؟ يروح للعظم يكسر العظم، يعني يسوي عمليه بالعظم حتى يطلع كالسيوم، حتى شيء يعوض نقص الجسم. ليش؟ يعني العظم هو مستودع مال كالسيوم. هسه شلون هذا راح يصير؟ طلاب اكو غده، هاي مو هاي الغده الدرقيه، اكو بظهرها اسمها غده بارا ثايرويد جلاند، الغده الخلف الدرقيه. الغده الدرقيه اسمها ثايرويد جلاند، هاي الغده الدرقيه. عيفة انا ما اقصد الغده الدرقيه، اقصد اللي ورا الغده الدرقيه نسميها بارا ثايرويد.
ثايرويد درقية، بارا يعني اللي بصفو الثايرويد. هاي الغدة البارا درقية تفرز له هرمون اسمه بارا ثايرويد هرمون. أنا ما أدك يعني هاي الأمور تعرفها، بس أدك بس تطلع عليها. إنه الإنسان من يصير عنده نقص بالكالسيوم مثلاً، أني جيت حللوا لي صار عنده أعراض معينة إحنا نعرفها بعدين ندرسوها، صار عندي نقص بالكالسيوم. أوكي، اجيت نقص الجسم ايش راح يسوي؟ الجسم راح هاي الغده البارا ثايرويد جلاند، جلاند غده طلاب، هاي البارا ثايرويد جلاند ايش راح يسوي؟ راح تفرز هرمونه اللي هو اسمه بارا ثايرويد هرمون. هذا الهرمون ايش راح يسوي؟ يروح للعظم يكسره حتى شي يطلع؟ يطلع كالسيوم، وبالتالي يعوض النقص اللي عندي. واضح طلاب؟ فأني أريد أوصل النتيجة اللي أريد أوصلها من هذا الحكي، إنه العظم هو عبارة عن مصنع للكالسيوم، يعني خزين. أنا شو وقت ما أحتاجه الجسم عوز، راح للبارا ثايرويد جلون فرزت هرمونه، إجى الهرمون كسر العظم طلع لي الكالسيوم اللي أنا أحتاجه. شوفوا طلاب النقطة، خلنا نقرأ storage of chemical، يعني هذا الشيء ما تكون كلش تفهم تفاصيله، بس افتهم إنه من يصير عندي نقص وين نروح؟ نروح على العظم، العظم هو يعوض للنقص. شلون نروح على العظم؟ عن طريق هرمونات وغدد بالطريقة اللي أنا حكيتها. زين، شوف النقطة الرابعة، يقول لك storage of chemical. طبعاً طلاب قبل لا أكمل هاي النقطة لازم تعرفون فقرة، إنه مثلاً إذا سأنا دا أحكي ببطء وقت المحاضرة طولت، تقدر أنت المحاضرة تسرعها، خليها كل سريعة فراح تصير عندك محاضرة قصيرة، حسب كل من كل طالب وحسب الطريقة اللي هو يحبها، حتى تكونون عندكم أمور واضحة. طلاب نرجع، storage of chemical، the bones العظام act a chemical bank، العظام تعتبر بنك مال chemical، مال مواد كيميائية، for storing element، تخزن مواد for future use of the body. شوف العظم يخزن لي مواد، هاي المواد حتى خاف احتاجها مستقبلا للجسم، خاف الجسم يصير بي بعدين نقص حتى استخدمها. then the bones العظام can withdraw these chemical، والعظام تقعد ترجع withdraw تسحب موادها لطتها للجسم as needed من تحتاجها. يعني أنا من صار عندي نقص، يقول لك هو العظام، هاي العظام تعتبر بنك مال مواد، هاي المواد حتى البنك شنو؟ حتى خاف الجسم يستخدمها بالمستقبل، فيوتشر مستقبلا. زين، بس يعني الجسم يعطيها، العظم يعطيها للجسم، وبنفس الوقت العظام ترجع وتدرول تسحبها تاخذها من تحتاجها وين نيد. فور اكزامبل راح يعطيك مثال، if level of calcium fall، اذا نسبه الكالسيوم قليله بالجسم، واضح؟ تولو كلش قليل، ان بلود بالدم كلش قليل، نسبه الكالسيوم كلش قليله بالجسم، ايش راح يصير؟ الكالسيوم سنسر، راح يصير تحسس للكالسيوم، الجسم يتحسسه كوز، ايش راح يسوي؟ راح يحفز البارا ثايرويد جلاند اللي قلنا عليه. هاي الغده من تتحفز ايش راح تفرز لي؟ تفرز البارا ثايرويد هرمون، يسموه بارا هرمون، يسموه بارث هرمون. احنا راح تاخذون مراحل سابقه ان شاء الله تذكرون حكي نسميه بارث هرمون نختصره، او بارا ثايرويد هرمون. يروح وين هذا؟ يروح بالدم. وين يروح؟ يروح للعظم. شو يسوي؟ يكسر بالعظم يطلع لك كالسيوم اللي تحتاجه. يعني الفكره انه نفس الفكره، احنا انا صار عندي نقص بالكالسيوم بالدم، اشتغل سنسر الجسم تحسس انه اكو نقص بالكالسيوم، هذا النقص بالكالسيوم الجسم من يتحسس راح يروح للبارا ثايرويد جلاند، الغده البارا يعني اللي بصف الدرقيه، هي موقعها خلف الدرقيه، عندنا غده درقيه وعندنا بارا ثايرويد، يروح للبارا ثايرويد تفرز بارا ثايرويد هرمون، كل غده تفرز هرمون، هذا الهرمون يسموه بارا هرمون او نسميه بارا ثايرويد هرمون، او نختصر نقول بارث هرمون. هذا الهرمون يروح للعظم يكسره ويطلع الكالسيوم اللي يحتاجه الجسم. زين، هسه يعني اتمنى انه هاي النقطه تكون واضحه. زين طلاب، اخر يعني النقطه الخامسه وظيفه النورشمنت ذا تيث. طلاب هسه السن هو نوع من انواع العظم، واضح؟ يعني تيث الاسنان متساعدني بالاكل، فبالتالي النورشمنت يعني التغذيه، يعطيك انه شلون تغذيه، يقول لك يابا انه تيث الاسنان ار سبيشاليزد بون، هي عظام متخصصه مو عظام عادي، عظام متخصصه سيرف ان بروفايدنج نورشمنت فور ذا بودي، يعني هي راح تجهز بروفايدنج نورشمنت تغذيه للجسم، مثل الانسجه الذني القواطع والكانس، واضح يعني؟ ذني وظائف العظم. بعد ايضا عندي وظيفه العظم يسموه ساوند ترانسميشن، ينقل الصوت. طلاب شوفوا خلوا بالكم انه الصوت اكثر شيء وين ينتقل؟ بوسط الصلب، لو سائل لو الغازي، اكثر شيء ينتقل بوسط الصلب. يعني انا بالجسم مثلا، جسم انا عندي مي بالجسم وعندي غازات وعندي اشياء صلبه، يعني هسه الجلد هو مو صلب، يعني الصوت اذا ينتقل بالجلد كلش قليل، في حين الصوت اذا يسلط على العظم ينتقل بشكل سريع، هاي معلومه لكم. ساوند ترانسميشن يعني نقل الصوت. There are three smaller bones. شوفوا المثال، ما
طلعوا هاي، هاي هنا طلاب الاذن. ماكو الاذن عندنا بيها عظام، واضح؟ واحد اسمه مالاس، واحد اسمه انكاس، واحد اسمه ستيبس، ذن العظام مال 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 الاذن، المطرقه والسندان، واضح؟ فطلاب ذن العظام شوفوا اللي موجودات بالاذن، ذني لان هن عظام لو مو عظام؟ عظام. من خلاله ينتقل الصوت. اذا شنو طلاب؟ اذا اني نقل الصوت بيش يفيدني؟ يفيدني نقل الصوت بالعظم، يعني العظم احد وظائفه هو نقل الصوت، ساوند ترانسميشن. The three smaller bone يقول لك العظام الصغيره بالجسم اللي هي نسميه الاوسيكل، واضح؟ زين نسميه الاوسيكل شباب اللي هن ذن مال اذن العظام الثلاثه، يشتغلن الليفر، يشتغلن على شكل عتله، واضح عيني؟ يشتغلن ذن العظام على شكل عتلات، providing عبارة عن تجهز impedance matching therefore a system for connecting sound vibration، تكون لك يعني جهاز حتى الصوت يتواصل in the ear into sound vibration in the fluid or هذا cochlea يعني بالقوقعة وكذا. يعني الفكرة انه انا هاي النقطة شيء بدك تعرف منها انه عندي انا العظام احد وظائف العظام تنقل الصوت. اعطيني مثال، عندي الاوسيكل عظام الاذن نسميه اوسيكل، لان العظام الاذن نسميه الاوسيكل. من ذني يعني ما مطلوبة اسمائهم بعدين تاخذون استن مالاس انكاس ستيبس وغيرهم، واضح؟ ذني العظام الثلاثة شلون يشتغل؟ يشتغل على شكل عتلة، يعني هاي تتحرك راح تنتقل الصوت، ما هاي تتحرك تنتقل الصوت هنا، هاي تتحرك تنتقل الصوت هنا، واضح الفكرة؟ زين زين. اخر شيء وظيفه العظام يقول لك ريد، شو يقول لك؟ يقول لك ريد بلود سيل جنريشن. ها طلاب هاي نقطه جدا مهمه. هسه واحد يجي يسالك يقول لك يابا انت كطبيب احنا تعرف عندك كريات دم حمر نسميهم ار بي سي، عندك كريات دم بيض وعندي صفائح. كريات الدم الحمر مين يجي؟ مين يولدهن؟ نخاع العظم. اذا العظم البون هاي وظائف الاحد شوف يسموه ريد بلود سيل جنريشن، يولد كريات خلايا الدم الحمر. اذا خلايا الدم الحمر من تجينا؟ تجينا من العظم، وهذا الشيء راح تاخذون عليه مواضيع وامراض مهمه، يعني مثل اللوكيميا اللمفوما راح لها علاقه بالموضوع. يعني حتى مرات مثلا تجي امراض نسوي نروح نشوف ندرس العظم، ناخذ قزعه من العظم حتى نشوف ده يطلع كريات دم حمر لو ما ده يطلع امراض معينه. The stem cell in the bone marrow generate RBC. يقول لك بالبون مارو بنخاع العظم، هذا بون مارو نخاع العظم، اكو خلايا جذعيه هي اللي راح تكون كريات الدم الحمر. يعني العظم هو اللي يكون كريات الدم الحمر. شلون العظم يكون كريات الدم الحمر؟ عن طريق خلايا جذعيه، stem cell هي اللي من خلالها تكون كريات الدم الحمر. نكمل. البون كومبوزج مكونات العظم ناخذهم بعد السلايدات الجاي، لان اني اللي رؤيه بالموضوع انه البون ريمودلنج بالبدايه هو اللي الافضل مفوز. طيب البون ريمودلنج ناخذ هذا السلايدين وبعدين نرجع ذاك السلايد، زين حتى الصوره تصير واضحه. طلاب باعوا لي البون ريمودلنج، خليني اقول لك فكره اني يعني شنو ريمودلنج. ريمودلنج يعني شلون تعويض، واضح؟ او تكوين شيء جديد. طلاب since the bone is the living tissue، لان العظم هو مش تشو يعني نسيج، لان العظم هو نسيج حي، is undergo راح بالتالي يعاني من تغيرات خلال الحياه، واضح؟ عمليه مستمره، واضح؟ continuous process of destroying يعني عمليه مستمره من التحطيم، as a old bone للعظام العظام القديمه يصير تحطيم، وبناء يصير building للعظام الجديده. هذا الشيء يسموه bone remodeling. طلاب bone remodeling احنا عندنا قاعده، كل نسيج حي، كل تشو يعني نسيج حي يعاني remodeling خلال الحياه. يعني شنو remodeling؟ يعني عظام تموت وعظام تنبني. شوف يعني يصير destroying المن طلاب، شو يصير؟ يعني يصير ديستروينج، شوفوا يصير تفليش وين للعظام القديمه الاولد كلش، ويصير بناء للعظام الجديده. هذا الشيء يسموه بون ريمودلنج. بون ريمودلنج هو تحطيم للعظام القديمه وبناء للعظام الجديده. شوف طلاب، عندي خليتين، عندي خليه هاي جدا مهمه. البون ريمودلنج اللي هو تحطيم للتحطيم المن او تفليش للعظام القديمه اولد بون وبناء المن للعظام الجديده اللي سميناها بين ريمودلنج، هاي تستند على خلايا خاصه سبيشلايز بون سيل، خلايا سبيشلايز خاصه بون سيل، خلايا عظام خاصه، خلايا عظميه خاصه. ذن الخلايا اللي يسوون بون ريمودلنج، يعني بعد ما اقول لك انه البون ريمودلنج هو تحطيم العظام القديمه وبناء عظام جديده، راح اسمي هذا الحكي اقول عليه بون ريمودلنج. هذا البون ريمودلنج يا شباب انه شنو عندي؟ يحتاج خلايا متخصصه، هاي شوف سبيشلايز سيل، هاي الخلايا المتخصصه عندي نوعين، خليه اسمها اوستيوكلاست وخليه اسمها اوستيوبلاست. طلاب اوستيوكلاست، شنو اوستيوكلاست؟
يعني معناها الاوستيوكلاست طلاب اوستيو عظم، كلاست يعني يفلش، الاوستيو يعني عظم، بلاست يبني. طلاب عندها نوعين من الخليه، اني خليه تكسر العظم، تجي العظم القديم يتكسر، تكسر شو يسمونه؟ يسموه اوستيوكلاست. وعدي خليه تبني عظام جديده يسموها اوستيوبلاست. طلاب الترمينولوجي راح يعلمكم اوستيوكلاست تكسير العظام، اوستيو يعني عظم، بلاست بناء، كلاست تفليش. فطلاب هاي الخليش الخليه المكروهه هي تفلش العظم، يسموها اوستيوكلاست. شغلها تصور شغلها انه تفلش بالعظم، في حين هاي اوستيوبلاست شغلها تبني بالعظم. الاوستيوكلاست they specialized cell، خليه خلايا متخصصه which is responsible، مسؤوله for destroying the bone، مسؤوله عن تحطيم العظم. في حين اوستيوبلاست هي specialized cell، خلايا متخصصه مسؤوله على بناء العظم، عظام جديده. ولا انتم شوفوا، خلنا اقول لكم سالفه قبل لا راح شايفكم هاي الفقره. الانسان انتم كشباب او احنا كشباب شنو احنا مرحله، منو الغالبه؟ الاوستيوبلاست اللي تبني لو الاوستيوكلاست؟ احنا كشباب الاوستيوبلاست البناء متغلبه على الاوستيوكلاست، بالتالي العظام تنمو. هسه انتم بالمرحله الاولى بعدكم حتى ممكن تطولون، فالاوستيوبلاست مالتكم كلش تشتغل اكثر من الكلاست اللي تبني اكثر من تفلش. في حين انسان كبير بالعظم بالعمر عفوا، روح شوف لكم واحد عمره مثلا 65 سنه، راح تلقى الاوستيوكلاست، الاوستيوكلاست اللي تفلش تشغلها اكثر من البلاست. واضح؟ زين هسه شو يقول لك؟ يقول لك وي هاف اكوفالنت اكوفالنت اوف نيو سكيلتون، يعني احنا عندنا بحاله توازن ابوت فيري، يعني عندنا هاي الريمودلنج يصير كل يعني كل سبع سنوات، ايفري سبع سنوات تصير. ايش ذا يوميا؟ يوميا الاوستيوكلاست هاي اللي تفلش تحطم عظم تقريبا نص غرام، الاوستيوكلاست هاي المكروهه يوميا تحطم لعظم تقريبا نص غرام للكالسيوم. في حين الخلايا المحبوبه هاي الاوستيوبلاست اللي تبني عظم جديد نيو بون باي يوزنج ذا سيم اماونت اوف نفس الكالسيوم، يعني هاي باليوم تفلش بوينت 5 هاي تبني بوينت 5، هاي الحكي بتوازن هذا الشيء. زين راح اقول لك وايل، هذا وين؟ بالاكوفالنت اوف نيو سكيلتون، هذا الجديد يعني every 7 سنوات هاي تصير الشغله نص بنص. طلاب وايل ان بودي از جراوند، الاجسام اللي تنمو، يعني شنو الاجسام اللي يرسون؟ دول اللي استوهم بلغوا، الشباب اللي بعدهم تطور النمو، جراوند ينمو، يعني الاجسام اللي هم بالجراوند بالنمو اند يونج الشباب الاوستي، بالشباب الاوستيوبلاست تشتغل مور اكثر من الكلاست، مثل قلنا بالشباب البلاست تشتغل اكثر من الكلاست. بات افتر بودي ان 35 ييرز to 40 years، يعني يقول باللي عمرهم 35 40 سنه بالعكس راح الاوستيوكلاست تشتغل جريتر اكثر من الاوستيوبلاست. يعني بالشباب باللي جراوند ذول الدينمون يعني الادوليسنت نسميهم، وباليونج الشباب الاوستيوبلاست اكثر. في حين لا والله بالعمرهم 35 40 سنه لا الكلاست تشتغل اكثر لان البلاست، بالتالي هذا ايش راح يعطيني؟ اذا الكلاست تفلش تشتغل اكثر من تبني، ايش راح يعطيك؟ يعطيك جراديوال ديكريز ان ذا بون ماس، كتلة العظمية تقل، يعني الكلاس تشتغل، كتلة العظمية بون ماس، يعني الماس كتلة وبون عظم، ذات كونتينوس انتل ذات واي تستمر العملية لحد ما يموت. زين. This decreasing is apparently faster in the woman، هاي العملية تصير أكثر شيء بالرجال لو بالنساء، طبعاً تصير أكثر شيء بالنساء مقارنة بالرجال، وهذا يؤدي إلى سيريس بروم، مشاكل مهمة بعظامهن، يعني يصير عظامها كلش ضعيفة. حسب الكبار. طلاب لو تلاحظون اكثر الاجناس يعني الناس اللي تشكي من مفاصل هي النساء. لان طلاب قلنا احنا بسن الياس الكالسيوم يقل، فبالتالي الاوستيوكلاست احنا اتفقنا بالشباب تشتغل البلاست، في حين بالكبار تشتغل الكلاست اكثر، بس هاي المشكله تبين بالنساء وممكن يسوي لهم مرض اسمه اوستيوبروسيس. هذا اللي هو يعني اوستيوبروسيس معناه الكالسيوم قليله. واضح؟ اوستيوبروسيس هذا مرض جدا مشهور، راح تاخذون مرحله خامسه وسادسه طبيه ان شاء الله، وشلون تطوه نعالجه، احنا نعطي كالسيوم ونعالجه نعطي هذا مو بس كالسيوم نعطي فيتامين دي. فخطيه هاي الاوستيوبروسيس، يعني هذا الاوستيوبروسيس، اوستيو يعني عظم، بروسيس اللي هو نقص الكالسيوم، واضح؟ يصير اكثر شيء بالنساء. فيقول لك يابا انه خطيه النسوان تعاني من هاي المشكله اكثر من الزلم. هذا المرض كونديشن هاي الحاله شو يسموه اوستيوبروسيس. It is the one of the bone disease، أحد أمراض العظمية، which is produced by the reducing amount of the، شوفوا شنو معناه؟ معناه أنه هو reducing يعني نقصان كمية الكالسيوم. وإذا واحد نقص كمية كالسيوم شو ينتج؟ كتلة العظمية راح تقل، واضح؟ الفوليوم حتى الحجم يقل، لكن الكثافة الدنسيتي تبقى ثابتة.
remain constant ما تتأثر اللي هو 1.9 kg على السنتيمتر مكعب. واضح الفكرة؟ يعني طلاب هذا مرض جدا مهم اسمه osteoporosis. من واحد يجي يقول لك يا شنو osteoporosis؟ يقول لك نقص بالكالسيوم. يقول لك وين أكثر شيء يصير؟ يصير بالنسوة بالفيميل الكبار بالعمر. وتجيك واحدة شابة تقول لها osteoporosis، لا هذا المرض يصير بالكبار من نقص الكالسيوم خطير. لا بس حتى لو تلاحظون الإنسان من هو شاب يطق صورة تلقى مثلا طويل وزنه طوله زين، الحين مثلا لو يطق صورة بعد ما هو عفوا من يكبر يصير عمره 50 سنة راح تلقاه قصر. ليش يكسر طلاب؟ لان الاوستيوكلاست بالكبر تشتغل اكثر من البلاست، فبالتالي تقوم تنهش بعظمه ويكسر. زين طلاب البون كومبوزيشن يعني مكونات العظم، شوفوا لنا هذا الموضوع مهم. البون كومبوزيشن مكونات العظم، ذا بون از ليفينج تيشو، العظم هو نسيج حي، تيشو يعني نسيج، ليفينج حي از نسيج حي، which has blood supply عده تجهيز دموي، بلود دم سبلاي دموي. طلاب كل ليفينج تيشو بالدنيا، كل نسيج حي معناها عده بلود سبلاي، معناها عده تجهيز دموي. زين وأضافة إلى عدة نيرف سبلاي، يعني تجهيز دموي وتجهيز عصبي، النيرفز أعصاب والبلود دم. واضح؟ يعني هسه العظم العظام عندها بلود سبلاي دم تزويد دموي، عندها نيرف تزويد عصبي، with a special kind of the cell، with a special أنواع خاصة من الخلايا. هاي الأنواع الخاصة بالخلايا distributed through the bone tissue، تتوزع تتوزع خلال النسيج العظمي. شو يسموه؟ يسموه osteocyte. إذا طلاب bone composition مكونات العظم يتكون من living tissue نسيج حي، رأوا ب blood supply تزويد دموي وتزويد عصبي، إضافة إلى special أنواع خاصة من الخلايا نسميها أوستيوسايت. راح نجي شنو أوستيوسايت طلاب؟ أوستيوسايت أوستيو الحد للأو هو معناه عظم، السايت يعني معناه خلية، إذن خلية عظمية. هاي الأوستيوسايت هي الخلية العظمية. طلاب أوستيوسايت سيل maintain the bone in a healthy condition، الاوستيوسايت الخلية العظمية تحافظ على العظم بحالة صحية جيدة. شلون؟ This cell make up about 2% of the volume of bone. هاي الخلايا العظمية تشكل 2% من حجم من الفوليوم، حجم العظام. واضح؟ If this cell die، إذا هاي الخلية ماتت، الخلية العظمية ماتت، شلون تموت الخلية العظمية؟ due to poor blood supply، due to يعني ماكو تزويد دموي، يعني بور يعني فقير، التزويد الدموي قليل. يعني طلاب الخلية العظمية الأوستيوسايت حتى تعيش تحتاج blood supply، إذا كان poor blood supply الخلية راح تموت، وبالتالي الأوستيوسايت إذا ماتت العظم راح يموت، the bone will die. واضح راح يموت. And lose some of strength، راح يفقد القوة مالته. إذا طلاب العظم يتكون من خلية عظمية، هاي المهمة الأوستيوسايت، حتى تعيش الأوستيوسايت لازم أكو بلود سبلاي، أكو دم. إذا كان poor blood supply فبالتالي الأوستيوسايت راح تموت، وبهذا إذا الأوستيوسايت ماتت العظم راح يموت. واضح؟ العظم يموت. راح يجيك يشرح لك يقول لك يا بس series of the hip problem، أغلب المشاكل اللي موجودة بالهب، الهب يعني طلاب عظم الفخذ، هي سببها حالة يسميها aseptic necrosis. طلاب necrosis نخر، aseptic يعني طلاب النكروسيس النخر بأنواع، نخر العظم بأنواع، بنخر نتيجة عدوى نسميه septic necrosis. هذا لا aseptic necrosis يعني نخر بالعظم بس نتيجته مو فيروس أو بكتيريا أو عدوى، لا نتيجته ماكو blood supply، lack of blood يعني يفقد الدم. إذن هسه عرفنا هاي الأوستيو أو أسيبتيك نكروسيس بالخامس طبية راح تأخذوها، يعني هواي أماكن بالجسم يصير بيها أسيبتيك نكروسيس، يعني البلود سبلاي مثلا إذا هاي منطقة بالجسم يجيها دم، إذا هذا الدم منقطع عن هاي المنطقة راح تموت، أسميه أسيبتيك نكروسيس. زين طلاب هذا السلايد مهم بس مو كل شيء بيه مهم، اللي لكم تعرفون بيه يقول لك bones consist of two unit different material plus water. يعني طلاب يقول لك العظام تتكون من وحدتين أساسية إضافة للمي. طلاب العظم يتكون من كولاجين ويتكون من بون مينرالز، يعني من يعني شلون مينرال معادن عظمية. إذا العظم يتكون من شغلتين، يتكون من كولاجين، الكولاجين واضح عيني طلاب، وثاني شيء البون مينرال. طلاب الكولاجين هو يمثل الجزء العضوي من العظم، يعني الأورجانيك فراكشن الجزء العضوي، في حين البون مينرال يمثل الانأورجانيك بون يعني الجزء الغير عضوي. طلاب ركزوا، خاف تيجي ام سي كيو يقول لك بون مينرال، يقول لك عضوي لو غير عضوي، البون مينرالز انأورجانيك الجزء الغير عضوي من العظم، في حين الكولاجين لا بالعكس الأورجانيك الجزء العضوي من العظم. واضح؟ اوف سوليد بون. زين طلاب الكولاجين، زين طلاب
يسوي ريكوردينج. تمام طلاب، الكولاجين، الكولاجين شنو فكره بيه طلاب؟ الكولاجين الفكره مالته انه هو يكون فليكسبل، يعني مرن، يعني طلاب الكولاجين هو اللي يطي المرونه للعظم، وبالتالي معناها يعني معناها اذا هسه انت تسلط قوه قويه على العظم مو بسرعه ينكسر. ليش؟ لان رب العزه حط لنا كولاجين بالعظم، وهذا الكولاجين راح يعطيني فليكسبل. الفليكسبل يعني مرونه. بنفس الوقت طلاب مو معناها العظم مرن المرحله كلش يتمطى، لا، المرونه مالته بيها كميه مناسبه، يعني فير اماونت عفوا من تنسايل سترينث، يعني بيها هو صح فليكسبل مرن، لكن هاي المرونه مالته قويه، يعني مو بسرعه ينكسر. يعني الكولاجين اللي بالكولاجين اللي هو الماده العضويه من العظم، هذا بيكون فليكسبل، يكون مرن، يكون فليكسبل مرن، بس بنفس الوقت مو بسرعه ينكسر. هسه شايف لك عظم بسرعه يتمطى؟ لا. ليش؟ لان بيشي اسمه تنسايل سترينث، يعني قوه. هاي المرونه بيها قوه، واضح؟ So it is campaigned easily if it's compressed. يعني إذا أنت تضغط عليه كومبرس راح ينحني بسهولة، واضح؟ زين زين. It is formed. طلاب الكولاجين اللي هي المادة العضوية من العظم تشكل 40% من الوزن، واضح؟ من وزن العظم الصلب solid bone، وتمثل 60% من الفوليوم من الحجم. إذن الكولاجين يمثل 40% من الوزن، ويمثل بنفس الوقت طلاب 60% من الحجم. نجي البون مينرال. هسه العظم ده يتكون من كولاجين وبون مينرال ووتر، ووتر الماء. نجي البون مينرالز، المعادن، هي الجزء الغير عضوي من العظم، السوليد بون. وطلاب البون مينرال هو نمثلها بمركب اسمه كالسيوم هيدروكسي ابيتيت، اللي هي 10 وحدات من الكالسيوم والفوسفيت 6 وحدات، والهيدروكسي اللي يعني الاو اتش 2 وحده. يعني طلاب من يقول لك الاستاذ البون مينرال هي من متكونه، تقول له بكل بساطه متكونه من شيء اسمه كالسيوم هيدروكسي ابيتيت، اللي هي كالسيوم هيدروكسي ابيتيت، اللي هي شنو هي؟ 10 وحدات من الكالسيوم و6 وحدات من الفوسفيت ووحدتين من الاو اتش. زين طبعا طلاب البون مينرال هي ايضا طلاب فيري فرجايل، اي واضح؟ فرجايل يعني كلش لينه، وتكون حوالي البون مينرال 60% من الوزن و40% من الحجم، يعني عكس الكولاجين، يعني واحد يكون الثاني. يعني الكولاجين من الوزن يمثل 40%، في حين البون مينرال من الوزن شو تمثل 60%، شوف صارت 100%، وهكذا. زين طلاب هاي مو مهمه الفقره، بس هاي الفقره مهمه طلاب، هاي الفقره جدا مهمه. طلاب يقول لك describe above the bone is composed of the small hard bone minerals crystal. طلاب انه العظم، نسيج العظم يتكون من 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 كريستال، كريستال يعني شظايا معدنيه وتكون صغيره small. زين attached to the soft flexible collagen، يعني بالضبط انه العظم متكون من كولاجين وداير ما دايره بون كريستال، كريستالات، واضح؟ ده يقول لك هيك. زين these component، هاي المكونات is vastly different mechanical properties، بيها طبعا مميزات ميكانيكيه مختلفه. this combination provide، هاي الكومبينيشن، هذا التركيب اللي هو الكولاجين، اللي هو كولاجين وداير ما دايره اكو كريستال بس صغيره، هذا التركيب راح يعطي قوه للعظم سترونج اقوى من الجرانيت ب 25 مره. طلاب هذا التركيب اللي نحكي عليه راح the strong as granite، يعني اقوى من الجرانيت، واضح؟ الكومبريشن بالضغط. يعني طلاب احنا عندنا نوعين من القوه، عندنا نوع من القوه اسمه كومبريشن، يعني من شيء تلزمه تضغطه من فوق، وعندنا قوه اسمها تنشن، شيت، شيء يتجره. طلاب العظم هاي التركيب اللي حكينا عليه كولاجين والكريستال الدائر ما دايره يعطيني انه من الكومبريشن كلش قوي، اقوى من الجرانيت، يعني قوه الجرانيت بالناحيه الكومبريشن. يقول لك منرال اذا سترونج از اجرانيت ان كومبريشن، بالكومبريشن مثل الجرانيت، لكن طلاب بالشيد اقوى من الجرانيت ب 25 مره. شوف سترونجر دان اقوى من الجرانيت. اذا يعني هسه معلومه حلوه انه العظم اقوى من الجرانيت ب 25 مره من ناحيه الشيد. مو زين هاي طبعا اليمنت تعرفون مثلا ايش قد السي ايش قد، لان كل وحده تركيبها. يعني طلاب هاي شويه مهمه، العباره كلينيكاليه تفيدك بحياتك العلميه، مثل واحد يسوي تحليل كالسيوم يقول لك دكتور انا عندي نقص مو نقص. طلاب النورمال رينج، الرقم الطبيعي للكالسيوم بالدم هو من 8 تقريبا 8.5 8.6 الى 10.3، يعني احفظها ارقام زوجيه 8 الى 10 ملي غرام بير ديسيلتر. هاي بون ريمودلنج اخذناه احنا شرحناه بالبدايه. زين طلاب بون سترينث، البون سترينث طلاب خلينا نطلع لكم هاي الصوره حتى تكون الامور واضحه يمكم. زين طلاب شوفوا هسه هاي العظم
طلاب شوف structure of bone. طلاب العظم هذا يتكون هذا الجزء من العظم هذا هذا اللي بالنص هاي من هنا لهنا اسميه compact bone. شو اسميه؟ اسميه compact bone العلق العظم الصلب. طبعا هذا كلش قوي العظم. وبالاطراف ايش اكو؟ اكو سبونج بون يعني عظم لين. واضح طلاب؟ اذا اللي بالنص يسميه compact bone عظم صلب واضح solid bone كلش. في حين بالاطراف اسميه سبونج بون عظم يعني رقيق او رفيع يسموه trabecular bone. trabecular هم الاسم يعني عباره عن شلون الشرائح. في حين هذا لا لا هذا compact bone كلش قوي. طلاب شوف هاي trabecular bone بيها ميزه. ليش يعني هنا عظم رقيق؟ حتى من تصير compression قوه شد من هنا تتوزع عليه ويصير امتصاص للقوه. واضح الفكره؟ هسه عرفنا شنو الصور نرجع المحاضرة نشوف شنو الفكرة. The bone strength القوة العظم. If you cut the bone apart would find that is the composed of two you acquired different type of bone. يعني إذا قطعت العظم راح تلقى عندنا نوعين من الأنواعين من العظم. أول شيء solid bone هذا اللي بالنص اللي نسميه compact bone. طلاب اللي بالنص نسميه solid bone أو compact bone. هذا شيء يكون وين؟ بالشافت of the bone. يعني طلاب باعوا هذا اللي بالنص اسميه solid bone او شو اسميه compact bone. وين يكون؟ يكون بالشافت. طلاب احنا دائما نقسم العظمه بصوره عامه. هاي الساق مال العظمه هاي الساق هاي من هنا لنا اسميها شافت وذني اسميه الاطراف. فطلاب السوليد بون الكومباكت وين موجود؟ بالشافت. واضح؟ زين. في حين عندنا نوع من العظم اسمه البونجي هذا اللي بالاطراف اللي يسموه كانسلس بون. واضح هذا طلاب؟ هذا يكون ثين رقيق ثريد لايك كانما خيوط تسميه ترابيكولي. لذلك قلت لك تسميه ترابيكولار بون يعني عباره عن خيوط. از بريدومينتلي فاوند بالاند اوف ذا لونج بون وين؟ بالاطراف. يعني طلاب مثل ما قلنا السوليد بون اللي هو الكومباكت بون موجوده بالشافت. في حين لا والله طلاب السبونج بون الترابيكولار بون وين يكون؟ يكون بالاند اللي يكون بالاطراف. زين. Trabecular bone considerable a weakly than compact. قلنا طبعا أضعف من الكومباكت. Leads to reduce amount of the bone in given volume. Therefore, trabecular bone to advantage over the compact bone. طلاب الترابيكولار بون هذا الترابيكولار بون اللي تكون بالأطراف طبعا هو أكيد أضعف له أقوى من الكومباكت. أكيد أضعف من الكومباكت. الكومباكت هو القوي. بس هذا بميزتين على الكومباكت اللي سبونج بون هذا اللي بالأطراف بميزتين إضافية عليه من على الشافت. شنو الميزتين؟ نرجع لهم. أول وحدة where the bone is subjected primary to compressed force such as the end of the bone and the spine. Trabecular bone give a strength necessary with less material than the compact bone. طلاب الله سبحانه وتعالى خلينا هنا عظم ضعيف يعني أضعف مو ضعيف قصدي أضعف من الكومباكت. ليش؟ حتى من يصير قوة شد compress force قوة compress ضغط. حتى من يصير قوة ضغط على الأطراف منا ومنانة من يصير قوة ضعف على ضغط عفوا على الأطراف ما راح يتأذى الكومباكت هذا العظم الصليب اللي هو هذا كلش مهم عندنا. واضح؟ زين. وش بقى يقول لك يابا ليش من نسلط قوه كومبريشن فورس قوه ضاغطه نهايات العظم شو تكون نسميها ترابيكولار بون تعطي قوه ضروريه تعطي قوه بس هاي لس ماتيريال مواد قليله ذان كومباكت بون. يعني طلاب الفكره اللي يقول لك انه هاي الاطراف ما بيها مواد هواي مثل اللي بالنص فبالتالي حتى تحميل اللي بالنص. هاي اول فكره. الفكرة الثانية ليش اللي بالأطراف شنو اللي يميز السبونجي عن الكومباكت؟ الترابيكولار بونز هذا ريليتيفلي فليكسيبل ات كان بي ابزورب مور انرجي ذان ذا لارج فورس انفولد سوتش از ووكينج اند ترانك اند جامبينج. شوف طلاب احنا قلنا لان العظم اللي بالأطراف يكون سبونجي يكون رقيق او يعني سبونجي يعني شلون فليكسيبل مرن اللي بالأطراف يكون مرن فبالتالي اذا صار قوه منا ومنا ومنا مو قبل راح ينكسر راح يمتص ابزورب انرجي يمتص الطاقه. بينما طلاب لو كان العظم اللي بالنص هو فوق فاقل قوه ينكسر. يعني طلاب العظم اللي بالنص كلش قوي ما يتحمل قوه يعني القوه تجي ما راح يتحملها. في الحين العظم اللي بالطرف يكون فليكسيبل مرن فمن تسلط عليه قوه راح يمتصها. واضح؟ ايش ده يقول؟ يقول يابا لان العظم الترابيكولار بون هذا اللي بالاطراف يكون فليكسبل لان هو مرن بالتالي راح ابزورب يمص الطاقه لما قوه كبيره لاش قوه تسلط عليه مثل لما تمشي تركض طف يعني جامبنج الطفر. واضح؟ ملاحظه الترابيكولار بون هذا اللي بالاطراف اللي هو نفس سبونج بون كانوت ويستاند فيري ويل ذا بيندينج ستريس ذات اوكر موستلي ان سنترال بورشن اوف لونج بون. يقول لك هو صح الترابيكولار بون احنا قلنا راح يمتص الصدمات ويصير ابزوربشن ويتحمل بس هو هاي وين يتحمل وينه؟ يتحمل الكومبريس فورس القوه الضاغطه لكن اكو قوه ضاغطه بشكل مائل يسميه بيندينج ستريس واضح ما يتحمل كانوت ويستاند.
يعني هذا ترابيكيولار بون صح احنا حكينا عليه وقلنا انه يحمل هذا الجزء العمود وقلنا ابزورب يمصل الكومبرس فورس، بس هو بالنسبه للبيندنج ستريس البيندنج يعني طلاب ضغط بس ضغط بشكل مائل مو ضغط كومبرس ضغط، هاي ما يتحمل ما يقدر يتحمل واضح. نجي هوك لو هذا عالم هوك شنو القانون شوف طلاب هذا الرسم اللي راح يوضح طلاب هوك بمختصر الكلام ايش قال؟ قال عندي ستريس وعندي سترين عندي ستريس وش عندي؟ عندي سترين قال يا بس ستريس والسترين التناسب مالتهم خطي طردي طلاب عندي ستريس وعندي سترين طلاب اذا تذكرون انتم انتوا بسادس عندي بالفيزياء بالفصل الثالث طلاب من كان اكو علاقه بين راده الحث والتردد او راده الحث ومثلا ومعامل الحث الذاتي اذا تذكرون طلاب علموكم انه بالسادس انه العلاقه الطرديه تمثل بخط رسم عدل في حين العلاقه العكسيه شو تمثلها؟ قوس. فطلاب بين السترس وبين السترين اكو علاقه طرديه فلذلك مثلتها بشكل خط شوف خط عدل يعني اذا زاد السترين اذا زاد السترس يزيد السترين. هسه واحد رب سال يسال تعال يابا شنو السترس شنو السترين؟ طلاب السترس هي القوه على المساحه قوه على المساحه، السترين لا هي التغير بالطول على الطول واضح؟ هاي اللي لازم تعرفها من هوك. هوك ايش قال؟ قال السترين اللي هو التغير بالطول على الطول دلتا تغير increase linearly يعني تزيد بشكل طرديه is first indicate that proportional to stress يعني يقول لك انه السترين يتناسب طردي linear يعني خطي يعني طردي مع السترس واضح as the force increase the length increase يعني اذا زادت القوه يزيد اللينث increase more rapidly اللينث راح عفوا يزيد and the point peak at the stress about 100 طلاب هاي الرقم جدا مهم بس راح اشرحكم شنو الرقم طلاب باعوا about 120 طلاب العظم ايش قد يحتاج ستريس حتى ينكسر يعني اوكي احنا مو عندنا ستريس وعندنا سترين طلاب العظم ايش قد يحتاج هذا الرقم يجي ام سي كيو يجيب لك اياه اختيارات يحط لك 100 130 140 ويحط لك 120 تختار 120 طلاب باو ايش قد يحتاج لحتى قوه حتى ينكسر العظم ايش قد يحتاج قوه حتى يحتاج ل 120 120 نيوتن على المتر تربيع حتى ينكسر العظم، يعني ايش قد يحتاج استراتيجي ل 120 نيوتن راح لا يبقى عظم ولا ينكسر. زين طلاب اكو شيء اسمه يونجز مودايلز. طلاب هذا اليونج مودايلز كل شيء بالدنيا عندنا يونج مودايلز. طلاب شنو اليونج مودايلز؟ هي النسبه بين السترس الى السترين، يعني تقسم السترس على السترين يطلع اليونج مودايلز، يعني القوه على المساحه هاي القوه على المساحه تقسيم دلتا ال على ال. سوي علاقه رياضيه يعني المقام اسعد بسط وكذا يطلع لك اليونج مودايل يساوي الطول في القوه على المساحه في الدلتا تحفظ هذا القانون هذا شو يسموه اليونج مودايلز اليونج مودايلز هو التغير بالنسبه للشد على سترين ولا بكرر المعلومه اذا انت محاضره صارت مدتها طويله دائما حاول تسرعها راح تشوفها بسرعه وبسرعه او اذا تريد تراجعها مثلا بالامتحان ما تقدر تقراها المحاضره طلع محاضراتي سويها سرعه وقبل راح انا راح اراجع لك المحاضره بشكل سريع يعني كان ما ادري احفظك اياها زين يعني انت لو امتحانك ست محاضرات انت مثلا محاضره مالتي من السر راح اسويها نص ساعه تخلصهم بثلاث ساعات واضح؟ واذا انت بعد تقراها يكون افضل. زين طلاب قلنا اليونج ستريس ال هو شيء مثل لين طول الاف هو فورس القوه والاي المساحه والدلتا ال هو تغير بالطول. طلاب هذا السطر جدا مهم درخ طلاب ذا كومبرسيف بريك ستريس اوف ذا كومباكت 170 طلاب انا حتى ايش قد احتاج سترس مو سترين ايش قد سترس احتاج حتى ينكسر العظم بريكينج ايش قد احتاج سترس ونوع القوه كومبريشن احتاج 170 لكن اذا اريد همين ايش قد احتاج حتى ينكسر العظم بس مو قوه مو كومبريشن مو قوه ضاغطه قوه ساحبه ايش قد احتاج 120 طلاب هاي ام سي كيو اختيارات يجيبوها يعني طلاب انا حتى ينكسر العظم بقوه ضاغطه ايش قد يحتاج 170 لكن حتى ينكسر العظم بقوه ساحبه تنشن او تنسايل تحتاج 120 احتمال الاستاذ راح تقلب لك اياها تجيب لك 170 وتقول لك هاي تنسايل لا تقول 170 ام الكومبرشن و120 ام التنسايل زين اليونج مودايلز اوف كومباكت مونج قد 179 ذي الارقام يدرخ زين طلاب موضوع جديد جدا بسيط جدا سهل اسمه بون فراكشر يعني كسر العظام فراكشر كسر بون عظم there are two type too many are often many type هو انواع من الكسر راح تاخذون بالخميس بالجراحه بالكسور
موضوع الكسور جدا حلو جدا انترستنج يعني يونس. فاحنا اليوم ما راح ناخذ على الكسور، هذا راح يكون يونس الموضوع اللي بالخامس، طب خامس طبيه. هاي نات تاخذون شيء جدا بسيط، طلاب اكو رسم هنا كلش حلو. طلاب احنا الكسور بها هواي تقاسيم، انا اعطيكم تقسيم عندنا نوعين، اكو كسر بسيط اسميه سمبل فراكتشر، واكو كسر اسمه كومباوند فراكتشر. شوفوا طلاب من الاخير، السمبل فراكتشر هو كلوز ما مفتوح، الكومباوند فراكتشر مفتوح. خلاص يعني اذا يجيك كسر مفتوح يعني مجروح مفتوح اقول هذا كومباوند، اذا يجيك لا والله كسر متقابل للحواف مالته وكذا اقول هذا سمبل. اذا سنوع عندي بسيط وعندي الكومباوند فراكتشر، طلاب البسيط شوف تكون شيء مقابل شيء، الحين الكومباوند لا يكون اكو زاويه بالموضوع. زين يعني هاي تفاصيل هواي احنا لازم هاي شو نسوي، نسحب هذا العظم اللي فوق ونجيب هذا نحطه هيجي نقابلهن، وهواي انواع ندقه منها بس ما هيجي بليت منها وهيجي بليته يسموه اول بليت، وبياكو هواي او يسموه هواي عندنا نيلات بسامير ويعني بالكسور، بس انا حبيت اعطيكم فكره. زين طلع فعندنا نوعين من العظم من الكسر، او شيء سمبل فراكشر الكسر البسيط، او شيء يسموه كلوز. شوفوا السمبل هو مسدود بون بريك بوت ذير از نو اوبن، شوف ماكو فتحه، في حين الكومباوند لا شيء يسميه اوبن هو بالفتحه. بون بريك ثرو ذا سكين، ها شوف العظم يفتح من الجلد، يعني طلاب هاي من كسر كومباوند هات تلقاها طالعه بالجلد، تلقى الجلد هيك ناط هنا من نار، يعني هذا لا تلقى الجلد كل شيء ما في بس انا بعد هاي لا تلقى هاي طالعه او قد زاف الجلد عفوا ذاك الجلد وطالعه. زين كومباوند فراكشر هو الاوبن، يجيب لك ام سي كيو السمبل هو اوبن، لا غلط السمبل هو الكلوز والكومباوند هو الاوبن. لا دائما او اوبن يجيب لك حتى من سؤال او اوبن. زين ذا بون بريك ثرو ذا سكين بالنهايه يطلع من الجلد اند ذن ريسيد باك انتو ذا بوند اند نوت فيزبل ثرو ذا سكين، ومرات ما ينشاف. زين زين طلاب خلينا نشوف هاي الفقره شنو. ذا بونز دونت نورمالي بريك دو تو كومبرشن، طلاب يعني احنا الضغط هسه مثلا واحد يشيل له قونيه على ظهره هل راح ينكسر عظمه؟ طبعا لا، فبالتالي العظم دونت ما ينكسر نتيجه قوه ضاغطه بالحاله الطبيعيه. There are usually break due to shear، واضح يعني قوه ضاربه مو قوه ضاغطه مو كومبرشن، اور اندر تنشن او تنشن. احنا مو قلنا عندنا انواع، عندنا كومبرشن وعندنا تنشن، تنسايل سمينا. الكومبرشن ما يكسر العظم حاله طبيعيه، هاي الله الا اللهم يعني اكو مرض بعظمه وعظمه رقيق، لا لا العظم مالتنا يقول لك اقوى من الجرانيت، فبالتالي نتيجه كومبرشن ما ينكسر، لا ينكسر نتيجه قوه شير او نتيجه قوه شنو؟ تنشن شد. common cause of shear catching of the food، شنو الشير؟ سواء عايز يقول شنو الشير، مثلا واحد دا يمشي ورجله كلبت catching كلبت رجله وين وافترت، ها هنا شنو وايل ليج القدم مالته الساق مالته يعني دا يمشي ورجله مثلا كلبت فد بشي بزوليه او فشي وافترت، هنا راح يصير الشير واضح. هذا هنا راح يزرف بنشر يعني يزرف الجلد، وهنا والنوع هنا ايش راح طلاب من تسمع تويستنج، تويستنج يعني افتر، من صار تويستنج والكومباوند مو سمبل، يعني افترت رجله اكيد راح يطيق عظم كومباوند ما يطيق سمبل، سمبل لا ضربه هيك عدله ضربه عدله سمبل. فاذا فر بالموضوع يعني يجيب لك الاستاذ يجيب لك اختيار يقول لك يابا جت فورس تويستد فورس قوه ضاغطه راح يطيق سمبل لو كومباوند، لا اقول له طبعا قوه سمبل، يقول لك اذا لا والله دايركت فورس قوه هيك عدله لا هاي سمبل. زين قول بكمل الفيزيكال فاكتور افكت ذا ديجري اوف بون فراكتشر، شنو الاشياء الفيزيك العوامل الفيزيائيه اللي تاثر على درجه يعني كسر مال العظم؟ طلاب اول العامل عفوا الفاكتور الاماونت اوف ذا اكسيرتنج فورس ديورينج ذا فولينج، يعني طلاب كميه القوه القوه ايش قد اكزيرجن مالتها ايش قد القوه اثناء مثلا السقوط ايش قد القوه، يعتمد على القوه يعني اذا قوه كبيره اكيد راح الكسر يكون اكبر غير. زين القوه عندنا قانون شو يقول تشينج اوف بودي مومنتم، يعني التغير بالزخم على الديوريشن على التايم على الزمن، يعني طلاب القوه معروفه قانونها، القوه هي التغير بالزخم على اليمن على الزمن، يعني طلاب هاي العلاقه اذا مثلا هاي هسه ثلاث خلي هيك كانما خلي زخم وزمن هيك خلي زخم وزمن، طلاب اذا الزمن ويا القوه شنو التناسب؟ هاي بالمقام تناسب عكسي، يعني اذا الزمن صار طويل كبير الزمن كبير زين على تناسب عكس القوه شو تكون؟ قوة تكون قليلة فالكسر يكون قليل، يعني طلاب معناها إذا الفترة الزمنية كانت قصيرة بسرعة يعني واحد كلش قصيرة القوة ايش راح تكون؟ تناسب عكسي ترى يعني بالمقام هذا قوة قصيرة فالقوة ايش تكون؟ الزمن قصير فالقوة ايش يكون؟ تكون قوة كبيرة فيعطيني معناها كسر أكبر، فمعناها أنا أريد أوصل النتيجة إنه كل ما كان الزمن القوة مثلا واحد ضرب سيارة وكان الزمن كلش قليل القوة تكون أكبر، في حين إذا الزمن لا والله انضرب سيارة ووقفت السيارة وجت ضربتها سيارة وصار زمن كبير لا القوة راح تكون قليلة
واضح الفكرة؟ إذن إحنا نريد حتى الكسر أو حتى القوة تكون قليلة لازم الزمن التايم مالتي كبير، هذا اللي أريد أنا أوصل، هذا الحكي هو هذا الحكي. Therefore shorter duration of impact، يقول لك كل ما نقلل الزمن هذا معناها الزمن كل ما كان قليل معناها القوة كلش كبيرة، يعني تناسب عكسي. شوف كل ما شورت الزمن كل ما الديوريشن كان قليل القوة كانت كبيرة. The greater the force. To reduce حتى أقلل القوة، القوة حتى أقللها زمن القوة. Therefore the code of fracture necessary to increase time. يعني القوة حتى أقللها لازم أزيد الزمن. واضح؟ يعني أنا حتى الحادث أو قوة الحادث تقل لازم عد الزمن يكون كبير. واضح الفكرة؟ ده يقارن هنا الـ both falling down or jumping، من ناحية إذا واحد تتوقع من مكان مرتفع أو تطفر المكان، يعني تطفر من مكان مرتفع، هذا يقول لك التايم هنا راح يكون increased significantly by simple rolling with the fall or jumping. الزمن راح يزيد طبعاً، أنت مثلاً طافر من مكان مرتفع أوكي، بس شنو الفكرة بالموضوع؟ spreading the change of the momentum of the body over the long time. يعني طلاب الوقت هنا راح يكون كلش long، كبير، انت من تطفر وهذا الوقت كبير، بس الزخم هنا ايش راح يكون؟ الزخم راح يكون اكبر ايضا. شوف spreading راح يتوزع الزخم، وين الزخم يتوزع؟ اليمن على الزمن. هاي مو مهمة، المهمة الشيء المهم هذا، مو مهم هاي مال جمبنج، لا المهم انه انا الفورس اذا اريد مثلا واحد سوى حادث واريد اقول هاي الفورس قويه لو مو قويه، اذا الفورس اقول عليها قليله يعني مو قويه ضعيفه، لازم عندي تايم طويل كبير لان تناسب هذا عكسي. زين هسه العوامل اللي تتحكم بالكسر، اول شيء الاماونت مال قوه مال فورس، ثاني شيء دايركشن الاتجاه القوه، واضح؟ هل انه كومبريشن قوه ضاغطه، لو تنشن سحب، لو تويستنج القوه اللافه يعني يعني يفتر ريدك او رجلك، تويستنج يعني عصر فره، واضح؟ او يعتمد على الايج، طلاب دائما الاطفال تشيلدرن لا يكون العظام كلش كمان بيهم، بس شنو الفائده؟ يعني الاطفال ليس كومبليكيتد، يعني اقل عرضه للتاثيرات والمضاعفات. دائما الاطفال ليش؟ لان هم مرحله نمو، عظمه ينكسر قبل تتعدله، نسميه احنا جرين ستيك، شلون مال 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 ورقه مال مال الشجره مو تكسرها وترجع، يعني اقصد الورقه اللينه، الورقه اللينه او الغصن اللين. فبالتالي الاطفال ليس كومبليكيتد، بينما الكبار لا، مصيب الكبار. الكبار اذا واحد كبير وانكسر هو هذا يطب بمعمعه ويطب بخثار ويصير شيء اسمه دي في تي ويصير شيء اسمه بالمنري امبوليزم، يعني فالتفاصيل الطبيه بعدين نذكره. فالكبير بالعظم العمر لا، شو يكون؟ يكون مور برتل اند لايكلي سفر فراكشر، يعاني هذا يعني كسور وكذا، نوت افكتد يونجر، يعني الكبار يصير بيهم كسور ما يصير بالشباب. هسه عرفنا العوامل، اول شيء القوه، ثاني شيء الدايركشن الاتجاه يعني ونوع القوه ودورنا العمر. زين ميجرمنت اوف بون دنسيتي، هذا الموضوع كلش حلو مشوق، هذا موضوع عملي راح تاخذوه بالاستشاريات الخامسه. طلاب خلنا احكي لكم اياه من الاخير، اكو شيء اسمه ديكسا، هذا توال انرجي اكس راي ابزوربمتري. طلاب هذا شنو هالديكسا؟ احنا مثلا عندنا اكو مرض، طلاب خلنا احكي لكم اياها بالتفصيل الممل، عندنا مرض اسمه اوستيوبوروسيس، اسمه نخل العظم. شو اسمه؟ اوستيوبوروس. طلاب هذا الاوستيوبوروسيس احنا شلون نشخصه؟ تجيني مره كبيره عمرها فوق ال 55 بسن الياس، تقول لي يا بير دكتور عظامي توجعني وما اقدر اقوم وكذا، اسوي له تحليل كالسيوم وفيتامين دي، بس ما راح يفيدني كلش. يفيدني شيء اسمه ديكسا، هذا اسمه ديكسا، هذا الفحص. طلاب هذا ديكسا عباره عن اكس راي، اكس راي يعني اشعه، المريض ينام ويسلطون عليه اشعه، واضح؟ شو يسلطون عليه؟ اشعه دول، يعني رقمين للاشعه، هسه راح نحكيه ليش دول. طلاب هاي المريض مو يسلطون عليه اشعه، راح يعطيني تحليل ارقامي، واضح؟ يعطيني ارقام، انا من خلال الارقام راح اميز انه هذا عنده اوستيوبوروسيس، يعني صار عنده نخر عظم، لو لا والله نورمال، لو اكو حاله بين النورمال والاوستيوبوروسيس يسموها اوستيوبينيا او شيء يسموه لو بون دنسيتي. يعني طلاب انا خلنا اشرح لكم على هذا كوتش، اي شو لا، يعني جاني مريض قلت لي يابا انا دكتور عندي الام مفاصلي وكذا، شكيت انه هاي ممكن اوستيوبوروسيس نخر العظام، ادزها اسويها دكسا. راح الدكسا يعطيني هاي ورقه الدكسا، يعطيني ارقام. طلاب الارقام اللي يعطيني اياها باع، طيب هو جاي زين اكو هنا، شوف طلاب اذا لقيت الرقم، طلاب اكو شيء اسمه تي سكور، هو جهاز يقيس لي شيء اسمه تي سكور، عندنا تي سكور وعندنا زد سكور، هسه زد سكور عفو، شيء اسمه شنو؟ تي سكور. اذا تي سكور لقيته بين موجب واحد وسالب واحد هذا نورمال او هيلث، الانسان ما بيشي سويته، احنا التي سكور مالته نروح نسوي زائد واحد ناقص واحد. طلاب اذا التي سكور لا نزل، شوف هسه موجب واحد ناقص واحد، نزل عن الناقص واحد، صار بين الناقص واحد والناقص اثنين ونص، نزل يعني نزل لي جوا، هاي شنو هذا؟ هذا معناه لو بون ماس، معناه هذا طب اوستيوبينيا، يعني اوستيوبينيا طلاب يعني شنو بينيا؟ يعني تقليل،
اوستيو عظم، يعني العظم صار الدنسيتي مالته الكثافه قلت. اوستيوبيني او يسموها لو بون دنسيتي، لو بون ماس. هاي المرحله اللو بون ماس هي اللي قبل الاوستيوبوروسيس، قبل المرض. اذا لا والله لقينا اقل من سالب 2.5 تي سكور، اقل من 2.5 هذا اوستيوبوروسيس. احنا من كنا بالاستشارات بالخامس نقول الرقم السحري عندنا 2.5، اجانا المريض لقيته سالب 3 مثلا، يعني فد رقم اقل من سالب 2.5. يعني شوف طلاب سالوا نرسم هذا خط الاعداد، هذا صفر سالب 1 سالب 2 سالب 2.5. اذا الارقام تجي هنا سالب 3 سالب 4 سالب 5 اقل من 2.5 نقول اوستيوبوروسيس. يعني كنا بالاستشاريه من نشوف اوراق المريض قبل ندور 2.5، اكو اقل منه، اكو سالب 3 سالب 4 قبل اقول اوستيوبوروس. لا والله فوق ال 2.5 الحد للسالب 1 اقول عليه لو بون دنسيتي. اقول له حجي، اقول له عيني حجيه انت عندك مرحله قبل المرض، فانت لازم تاخذين فيتامين دي، لازم تاخذين كالسيوم حتى ما يصير بيش المرض. لكن اذا لقيته بين الموجب 1 والسالب 2 اقول له نورمال، حجي انت شو ما بيك، دائما احنا شو مرض لان اكثر شيء يصير بالنسوان، اقول انت ما بيك شيء روحي بس انت اعطيني بنفسك. واضحين؟ اذا هسه الارقام انا عندي شيء اسمه دكسا، هذا الدكسا اسوي فحص يسموه دوال انرجي اكس راي ابزوربومتري، يعني انا اكس راي دا استخدم. هو دوال انرجي، دوال انرجي اسوي لكم دوال انرجي. الارقام تجين ورقه لي ارقام، شو نقيس؟ نقيس تي سكور. يا اذا تي سكور طلع لي بين موجب 1 ناقص 1 طبيعي، لا نزل 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 نزل، هسه تخط الاعداد هذا، هاي موجب 1 هذا موجب 1 وسالب 1. اذا الرقم بين الموجب 1 وبين السالب 1 هذا نورمال، بين السالب 1 والسالب 2.5 هاي اوستيوبينيا، المرحله اللي قبل الاوستيوبوروس. لا والله ورا 2.5 يعني نزل سالب 3 سالب 4 هذا اوستيوبوروس. واضح؟ زين طلاب احنا اتذكر اني بالخامس مره سالونا قالوا لنا هذا الدكسا وين نسوي؟ ويا منطقه نسويها؟ طلاب يعني طلاب وقتها كانوا طلاب خامس ما عرفوا، فانت شلون تسويها؟ شوفوا تسويها بالهب هاينا، بالعظم الفخذ وباللمبر، وين؟ وبالفقرات، يعني العظم. يعني انا مو اجي اسويها على الذراع، يعني هذا الدكسا ما اسويه على الذراع ولا اسويه مثلا على 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 مثلا على الربز على الضلع، لا، حتى اقيس اكو نخر لو ماكو نخر على الهب، هذا الهب اللي هو الفخذ، لو على اللمبر. اللمبر سباين هو الفقرات القطنيه طلاب، واضح؟ يعني احنا اغلب يسوون اللمبر اغلب يسوون على الهب من خلال نقيس. ولا اذا هسه احنا راح نقرا افتهمنا شنو الدكسا ميجرمنت اوف بون دنسيتي. يعني طلاب هو الدكسا يقيس لي طلاب احنا نقول ان شاء الله احنا العظم مو مساعد، قلنا فصلنا عندنا نوعين، عندنا بي كولاجين وعندنا بون مينرال، وقلنا كولاجين وبون مينرال وقلنا مي. البون الدكسا هذا الجهاز ما يقيس لي الكولاجين، يقيس لي البون مينرال، واضح؟ اذا بون مينرال دنسيتي، شوف اذا الدكسا هو يقيس لي المينرال مو يقيس لي الكولاجين. إذن bone mineral density is to provide a snapshot of your bone health. هو يسوي لك صورة على صحة العظام مالتك. The test can be identified osteoporosis. الفحص يقدر يشخص الأوستيوبوروسيس نقل العظم. Determine your risk of the fracture broken bone. And measurement response of osteoporosis treatment. طبعاً طلاب الدكسا مو يقيس لي بس يشخص الأوستيوبوروسيس، مو بس لي يحدد identify المرض، لا أيضاً يقيس لي مجر يقيس لي استجابة الأوستيوبوروسيس للعلاج. يعني الدكسا سما واحد يقول لك انت طبيب شنو فائده الدكسا؟ اقول له حبيبي الدكسا يشخص الاوستيوبروسيس ويقيس لي استجابه المرض للعلاج. اوكي موست كومنلي يوز ها الدكسا شي يقيس بون مينرال دنسيتي، احنا يعني مو يقيس الكولاجين، يقيس المينرال دنسيتي، واضح؟ عن طريق سنترال اكس راي، عن طريق سنترال راي يعني اشعه نسلط عليه. ديتيس ميجر بون دنسيتي ان يور هب، وين المكان؟ المكان بالهب واللمبر. يعني طلاب الشيء لازم تعرفه انت كطبيب، دكسا يشخص الاوستيوبروسيس ويحدد لي استجابه الاوستيوبروسيس للعلاج. الدكسا اسويه على الهب وعلى اللمبر سباين، هب يعني الفخذ واللمبر سباين الفقرات القطنيه من خلال نقيس. زين يعني ام سي كيو مو يجيب لك مثلا الارم تقول له الدكسا استخدم الارم، لا شوف الدكسا نحطه على الهب، الهب يعني هذا هنا الفخذ، لو احطه على اللمبر. زين بون مينرال دنسيتي تيست ميجرمنت يور بون مينرال دنسيتي، شوف شي يقيس اذا يعيد ويلح انه نقيس البون مينرال مو نقيس الكولاجين. كومبيرت هاف استابليش ذا نورمال. ها طلاب اكو فقره نسيت اقول لكم اياها، احنا الدكسا من اقيس المينرال، من اقيس احنا ممكن نقيس المينرال ما نقيس الكولاجين، من نقيس المينرال بالمقارنه ويا من؟ ويا الهيلثي، ويا الانسان الطبيعي. كومبير احنا صح نقيس المينرال ونقارنها ويا الانسان الطبيعي، واضح؟ compare with establish normal or standard given the score، يعني نقارنها ويا الستاندرد ويا الانسان الطبيعي. although no bone density test is 100% accurate, bone density is important predictor whether the person has fracture or in the future. وايضا هو يعطيك predictor يعني يعطيك توقع انه الانسان راح ينكسر مستقبلا او ما ينكسر مستقبلا. حكينا على التي سكور، قلنا الارقام اذا من سالب 1 ل 1 نورمال،
لا والله مش سالب واحد، سالب اثنين ونص نزلت. هاي اوستيوبيني، هاي لو بون ماس نسميه، اذا جو اثنين ونص كارثه، معناه اوستيوبروس، لازم يدير علاج اوستيوبروسيس. هو علاجات بيسفوسفونيت وكذا، بعد اطلب لكم التفاصيل مالتها تاخذوها مستقبلا. زين يقول لك مو كم اللي يبون مينرال دنسيتي ريزلت ان كومبير، شوفوا ده نقارن، نقيس المينرال ده يعيد ويده التي سكور، هو نقيس المينرال مو الكولاجين وقارنها ويا من ويا الهيلثي، هيلثي ويلثي يعني الانسان الطبيعي، انسان الادلت الشاب يونغ شاب ادلت يعني هم شاب، الهيلثي اقارنه ويا الهيلثي تي سكور. واضح؟ يقول لك شلون نقيسه، هاي هنا يقول لك اقيسه باستخدام شيء اسمه ستاندرد ديفيشن. واضح؟ ستاندرد ديفيشن يعني عباره عن شلون وحده اقيس بيها اس دي، سميه اس دي يونت، هاي الاس دي يونت نقيس من خلالها التي سكور. يعني تي سكور شلون نقيسه؟ نقيسه باس دي يونت. زين هسه اهم شيء اريدكم تعرفون عليه هو هذا اللي يجيكم عليه، ما يجيكم غيره، انه هذا دكسا اللي يقيس بالاوستيوبروسيس، او اعرف استجابه الاوستيوبروسيس بالعلاج، اقيس المكان بالهيبولمبر بنشر بنكشر عفوا، واقارنه ويا الانسان الطبيعي، ويعتبر مؤشر الانسان راح ينكسر مستقبلا ولا لا. يعني اذا جاني وحده مثلا البون ديستي مالتها احنا قلنا من سالب واحد، هسه تخيلوا هذا خط الاعداد، هذا خط الاعداد، هنا صفر وهنا موجب واحد، اذا لقيته من موجب واحد للسالب واحد هاي طبيعي، بس لقيته من السالب واحد للسالب اثنين ونص، يعني مثلا سالب اثنين، اقول له يابا انت هنا مرحله خطره احتمال تنكسر مستقبلا، فتلاحق روحك، فبالتالي يعطيني بريدكتر مؤشر انه يصير كسر او ما يصير كسر. هذا حكينا التي سكور، حكينا على ارقام، هاي مخطط يعيد نفس الشيء، النورمال انه من سالب واحد موجب واحد. اللو بون ماس هاي المرحله اللي قلنا عليها اوستيوبينيا اللي قبل الاوستيوبروسيس، هاي مين؟ هاي طلاب احنا من السالب واحد للسالب اثنين ونص. من سالب واحد لسالب اثنين ونص. الاوستيوبروسيس من طب التشخيص هذا اقل من اثنين ونص. واضح؟ اقل من اثنين ونص. يعني احنا كنا بالاستشاره نركض نشوف اقل من اثنين ونص قبل. زين. السيفير اوستيوبروسيس هذا لا. هذا يعني بلو يونغ ادلت ذير از هاف بين ون اور مور اوستيوبروتيك فراكشر بون ديستي مور ذان، يعني اكثر من اثنين ونص، يعني راح تقل كلش النسبه تقل. زين. هسه راعي النورمال هو ايش قد؟ هو الستاندرد واحد، يعني بين يعني اقارنه وين الانسان الطبيعي ويا اليونغ ادلت، لان دا اقارن يعني اما اصغر من اليونغ ادلت اكثر بواحد او اقل بواحد، هذا طبيعي. يعني انا اذا الانسان الطبيعي مالته اقارنه وين الانسان الطبيعي، اصغر بواحد واكثر بواحد طبيعي. زين اذا لا والله هنا باللوبوم ما راح اقارن من واحد لاثنين ونص، انت احفظ انه من سالب واحد لاثنين ونص، واحفظ الاوستيوبروسيس فوق اثنين ونص. واضح؟ بون ديستي اثنين ونص مور بلو، يعني اثنين ونص اقل من الطبيعي. واضح؟ في حين السيفير الكلش يعني سيفير يعني كلش نخر عظام عده، هذا اكثر من 2.5 بلو يونغ مان، يعني اقل من هذا بعد. زين طلاب احنا مو تعلمنا شنو بالاستشاريه وتعلمنا شلون نقرا ارقام وندور على 2.5، لكن بالاخير اجى الاستاذ مالتنا ايش قال لنا؟ قلنا صح انتم مو تعلمتوا الارقام؟ قال بس انا راح اقول لكم شغله، قلنا له تفضل دكتور. قال يابا اذا لقيت هذا السهم بالاخضر يعني انت انسان طبيعي، اذا لقيته بالاخضر معناه لون بون ماس، اذا لقيته بالاحمر معناه اوستيوبروس. قلنا له دكتور ليش قلت لنا الارقام وحفظوا؟ قال اي لازم تحفظون الارقام، وبعدين احنا هم الاطباء قبل على الرسم يشوفون هذا الرسم، شافوا المؤشر هنا يقولوا تمام كل شيء، هاي الاخضر يعني اوكي، هاي هنا اصفر يعني انذار يعني انت اوستيوبيني، هاي لو بون ماس حكينا عليه، وبالاحمر هاي لا هاي اوستيوبروس طب المرض. زين شوف طلاب مثل ما حكينا، اذا بالاخضر نورمال، اذا هنا طب هاي هنا اوستيوبيني اللي لو بون ماس، واذا هنا هذا اوستيوبروس. ايضا طلاب الدكسا print out show the bone mineral density value 80 years old white woman، طلاب white female أو يعني جنس يعني عفوا مثلا black woman أو white يعني اللي مالتها هاي تحددها z score. زين t score and z score value calculate from the reference value. هاي هيجي هذا رسم، اكو شيء طلاب عندنا شيء اسمه bone scan. البون سكان طلاب طب طلاب بون سكان احنا اكو شيء اسمه بونس كان، هذا البونس كان شوف بس هذا هنا العظم، شوف هاي شنها عظه، هاي عباره عن سرطان كانسر. واضح؟ البونس كان عباره مختصر الكلام نحقن ماده اسمها راديو اكتيف فلورين، ماده اسمها راديو اكتيف فلورين يعني اشعه. واضح؟ راديو اشعه واكتيف يعني فعاله، شلون اشعه نشطه نسميها راديو اكتيف فلورين، نحقنها وين؟ بالدم مال الانسان. هاي الماده تروح تركض العظم الطبيعي ما بيه ما يصير بشيء، العظم المتاكل تروح تشل بيه. خوش عيني؟ اذا انا احقن ماده دم الانسان راديو اكتيف، ذولا يحقنوها للراديولوجيست، عندنا فرع بالطب خاص ذولا ياخذون اختصاص اشعه، يحقنون هاي الماده. واضح؟ تروح هاي الماده بالدم، تروح العظم الطبيعي تعيفه، العظم الطبيعي تعيفه، تروح للعظم المتاكل تروح بيه. انا اجي الدور اعطيك صوره للعظم، اخذ اشعه العظم راح اشوف العظم متاكل، فشوف شلون عندي بين هذا العظم الطبيعي ما بي شيء، الماده شوف شلون بينت يمتصها، يعني هي تروح تشلب بالعظم المتاكل، فهذا يسموه البون سكان.
bone scan, upon bone is bone tumor is being destroyed somewhat like a brick house being torn down at the time. يقول لك البون العظم البون تيومر يعني سرطان العظم هو يعني عبارة عن شوفوا destroyed هي شيء متآكل like brick like عظة بالضبط واضح شوف شيء متآكل واضح زين مرور الوقت شو تسوي أجيب الراديو أكتيف فلورين هاي المادة أحقنها بالمريض انجكتد يعني تنحقن بالبيشنت بيشنت مريض وهاي راح تروح تتوزع ديستريبيوتد ثرو بون تتوزع خلال العظم بالجسم زين حقنت الماده الراديو اكتيف فلورين وين حقنتها؟ حقنتها بالمريض وين توزعت؟ وزعت للعظم زين وين الراديو اكتيف فلورين اوتوم كوم تو ان كونتاكت وذ ذا بارتيكولار ديستروي بون يقول لك هاي الماده اللي حقنتها الراديو اكتيف فلورين اللي هي اف 18 لما حقنتها راح كونتاكت تتصل بالعظم المتاكل يعني من تروح لهذا العظم الطبيعي ما بي شيء العظام الطبيعيه تعيفه بس تروح وين تشلب العظم المتاكل شوف يقول لك كونتاكت وين تشلب وين بالديستروي بون ديستروي يعني متفلش العظم المتاكل they find many places وتروح اماكن يعني متعدده اي عظم متاكل تروح له they can be fit in more so than the normal يعني تعيف النورمال بون وتروح تشلب وين بالديستروي بون يعني انا هسه كطبيب جاي شكيت هذا العظم المريض عنده مثلا مشكله بعظمه سرطان جان كبير بالعمر وعنده الم بعظامه دزيته دزيت لابو الأشعة الأشعة حقنا المادة راديو أكتيف أيودين وطاق له صورة جيت أنا شفت الصورة قلت ليش هذا العظم الطبيعي عافها هواي وشلبت الصبغة هنا إذن هذا العظم بيه مشكلة زين increase radiation from the tumor area signal the possibility of bone tumor طلاب يعني شوف الراديشن طلاب هسه أنا مو حقنت المادة الراديشن الإشعاع هنا ما زاد بقى نفسه هنا الإشعاع ما زاد بقى نفسه هنا الإشعاع ما زاد بقى نفسه بهاي المادة زاد الراديشن شوف إنكريز مو هذا الراديشن نسميه أوستيوبينيا راديشن الإشعاع زاد إذا المنطقة اللي يزيد بها الراديشن هي المنطقة التيومر هي المنطقة السرطان شوف طلاب يقول المنطقة يزيد الراديشن إنكريز يعني يزيد راديشن إشعاع وين يزيد الراديشن بالتيومر أريا يعني منطقة تيومر سرطان منطقة السرطان واضح وهذا يعطيني إشعار إنه هذا سرطان العظم نيجي بون جوينتس المفاصل عظام المفاصل طلاب المفاصل يعني ما يحتاج لها كل شيء خلينا نشوف لكم صوره عليها طلاب هاي المفاصل المفاصل هو شنو المفصل عباره عن التقاء عظمين هذا عظم وهذا عظم يلتقن يسوي لي شيء اسمه مفصل يساعد على حركه العظام بشكل سهل خلينا نقوم بها انواع المفاصل خلينا نقرا شنو المفاصل طلاب البون جوينتس جوينتس ار بليس ان ذا بودي وير تو بون كوم توجذر هو مكان بالجسم عندما عظمين يلتقن مو قلنا عظم يجي من فوق عظم من جوا يجمع حني يسمى مفصل The joint make most of the body movement possible. شنو فائدة الجوينت؟ المفصل هو يخلي أغلب حركات الجسم يعني body movement يخلي حركات جسم ممكنة. ولا لو رجلك بشكل كامل مثل العودة ما بيها مفصل شلون تتحرك؟ إذن joint هو يسوي الحركات والموفمنت movement حركة. In this type of the joint هذا النوع من الجوينت. The end of the opposite bone are covered with hyaline cartilage. طلاب أكو نوع من المفاصل يغطيها غضروف. هذا الغضروف يسموه hyaline cartilage. الغضاريف بيها هواي أنواع طلاب. احنا اليوم دا يعطيك مثل يقول لك يا ابا انا مو قلت لك انه المفصل يربط عظمين تو بون ويساعد لي بالحركه دا يقول لك يا ابا اكو نوع من المفاصل طلاب كل نوع كل مساي صوره كل نوع من المفاصل ماكو هذا المفصل طلاب يرتبط ب كارتلج غضروف هذا المفصل غضروفه كل لازم بيه غضروف شوف هسه منه غضروف نهايته هاي منه غضروف نهايته كل مفصل بيه غضروف حتى يتحرك بسهوله هو مو عظم فوق عظم اكيد لا فبالتالي حتى شنو غضروف وغضروف طلاب هاي الغضاري بها انواع يقول لك احنا عندنا نوع اسمه هيلاين كارتليج يعني الغضروف الهيلاني الهيلاني واضح هيلاني يعني هو هذا دائما كلش مطاطس اذا يا بشي يقول لك وينهم زين يقول لك يا بنهايه كل عظم متقابل عظام متقابله تتغطى بغضروف كارتليج غضروف وهذا النوع هيلاين كارتليج الارتيكولار كارتليج ذا ارتيكولار كارتليج المفصل الغضروف المتمفصل زين they are separated by the space called a joint cavity يعني طلاب ده يشرح لك شي يقول لك يابه المفصل هو عباره عن التقاء عظمين بس نهايه كل عظمين متقابله نهايه كل عظمين بالضبط opposite شوف هناك كاتب لك opposite bone نهايه كل عظمين متقابله شكو اكو hyaline cartilage اكو غضروف hyaline وبينات شكو هاي الفراغ يسموها joint cavity فضاء الجوينت فضاء المفصل اذا كل عظمين متقابلات يجمعها المفصل نهاية كل عظم اكو كارتلج وظروف والفراغ اللي بيناتهم اسمه جوينت كافيتي هذا اللي يشرحه هو يقول يابا انه اكو كل عظمين متقابلات اوبوزيت بون اكو هيلاين كارتلج وطلاب الفاصله بين كل عظمين اكو سبيس فراغ هذا الفراغ اسمه جوينت كافيتي فراغ الجوينت
The component of the joint are enclosed in the dense fibrous joint capsule. هذا كله محاط enclosed, هذا كله محاط بشيء اسمه كبسول, غطاء, واضح. هذا كله محاط بشيء اسمه كبسول, غطاء كبسول. هو هذا, شوف هذا من هنا كله كبسول. زين, فده يشرح يقول هسه عندنا احنا شنو, كل عظمين يلتقن يسوون مفصل, ويقول لك يا بالعظمين بالاوبوزيت بون بالنهايه اكو يغطى بهيلان كارتليج, ويقول لك الفراغ اللي بيناتهم سبيس اسميه جوينت كافيتي, والمواد اللي بيها انكلوز تحاط بفايبر دنس فايبر يعني نسيج قوي, هذا اسميه كبسول. كبسول يعني غشاء, محاط بغشاء. شو اسميه؟ اسميه ارتكولار كبسول, غطاء المفصل, غطاء المفصل. ارتكولار يعني مفصل او تمفصل, غطاء التمفصل. The outer layer, هذا الغطاء بطبقة خارجية وطبقة داخلية. The outer layer, الطبقة الخارجية من هذا الكبسول متكونة من ligaments, من غضاريف that hold the bone together, تكمش العظم مكانه. لكن الطبقة الداخلية من المفصل هاي عبارة عن 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 غشاء رقيق, synovial, غشاء مفصلي. هاي synovial يعني مفصل, غشاء مفصلي تفرز synovial fluid, تفرز السائل المفصلي بالجوين. يعني طلع باعولي بعد هسه انا هذا عندي هنا عظم وهذا عظم, نهايه كل عظمين متقابله تسوون جوين, تسوون مفصل. نهايه كل عظم, كل عظمين متقابله اوبوزيت بون اكو هيلاين كارتج. زين, بيناتن سبيس فراغ اسموه شنو اسميه؟ اسميه كبسول. واضح طلاب؟ الكبسول بطبقه خارجيه وطبقه داخليه. كبسول بطبقه خارجيه وبطبقه داخليه, وش يعني طبقه خارجيه وطبقه داخليه. الطبقه الخارجيه طلاب هاي الطبقه الخارجيه تكون كلش قويه, واضح؟ هاي عبارة عن فايبر, هاي الطبقة الخارجية. في حين الطبقة الداخلية طلاب لا, ممبرين غشاء, هذا الغشاء يفرز سائل. هذا الطبقة الداخلية غشاء ممبرين اسمه synovial membrane, غشاء المفصل اسمه synovial الداخلية ممبرين. شنو فائدته؟ يفرز سائل اسمه synovial fluid, fluid سائل, synovial مفصل, إذن غشاء سائل المفصل. هو هذا يساعد على 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 يعني الزحلق والمفصل يتحرك براحته. إذن الكبسول, هسه انا ما احكي بعد على هيلان كارتج ولا احكي على الجوينت سبيس, احكي على الكبسول. عندي طبقه خارجيه اوتر لاير وعندي انر لاير. الطبقه الخارجيه طلاب هاي الدنس الشديده كلش, الطبقه الداخليه يسموها ممبرين, synovial membrane, وهاي synovial membrane طلاب تفرز فلود سائل اسمه synovial fluid. وين تفرزه؟ تفرزه وين؟ بالسبيس, بالجوينت سبيس, بالsynovial space يعني. اشوف طلاب شو يقول, يقول يابا الكبسول عندي بي اوتر لاير وبي انر لاير. الاوتر لاير هاي كلش كون ليجمنت, غضاريف, هي اللي تكمش العظم, hold the bone, تكمش العظم. الحين الطبقة الداخلية طلاب لا, هذا غشاء synovial membrane, غشاء مفصلي اللي يفرز فلود سائل, سائل المفصلي بالمفصل. وين؟ بالكافيتي مال المفصل. ويش for lubrication, حتى للزحلقة والحركة بسهولة. Because all of these joints have synovial membrane, كل المفاصل عندها synovial membrane. احنا مو قلنا الكبسول بخارجي وداخلي, خارجي هذا اللي يكمش العظم اللي هو ligament الغضاريف, والداخلي synovial membrane, لان كل المفاصل عندها هذا الغشاء الداخلي called synovial joint. يعني طلاب كل المفاصل اللي عندها synovial membrane نسميه synovial joints, نسميه المفاصل ال synovial, يعني synovial joint. زين طلاب, المفاصل بها هواي انواع. اكو نوع اسمه بول اون سوكت. طلاب شنو بول اون سوكت؟ بول اون سوكت طلاب يعني هسه المفصل, مثلا هسه المفصل هنا نقره بي, ويجي العظم يدخل بالنقره. العظم هي البول, واضح. والسوكت هو شنو؟ السوكت هو النقرة. أي طلاب, أنواع المفاصل أو النوع عندنا البولان سوكت. البولان سوكت هو عبارة عن طلاب يوفر لك حركة دائرية. يعني شو البولان سوكت؟ عندنا مثلا مثل الهيب أند شولدر. طلاب هسه الشولدر الكتف مالتك, الكتف مالتك صاير هيك شلون النقرة بالكتف, والعظم طابي, فبالتالي العظم هو اللي طاب هو البول, وهاي النقرة سوكت فسميه بولان سوكت. يجي كم سكيو نوع المفصل بول أند سوكت, يعني البول اللي العظمه للطب, والسوكت النقره اللي تطبيها العظم. فالبول اند سوكت شنو مثل ايش؟ يقول لك شنو الحركه مالته؟ تقول حركه سيركولر موشن, حركه دائريه. مثل ايش؟ مثل الهيب والشولدر, الشولدر والهيب. اكو هينجينج جوينت, نوع من انواع جوينت هينجينج. هذا الهينج جوينت شو اسمه؟ لك اسمه لك حركه للامام وللخلف ذهابا وايابا. مثل ايش؟ مثل الني والالبو. يعني حتى المرفق مالتك مو اللي تصعد تسوي فليكشن وتنزل ايدك, صعد وتنزل, فباك اند فلو موفمنت. يعني تحفظ كل جوينت شنو الحركه مالته والمثال. لان يجيب لك مثلا ني اند البو جوينت, يقول لك شنو نوع الجوينت؟ بولان سوكيت. لا, تختار شنو هينج جوينت. عندنا بايفت جوينت طلاب, هاي بايفت جوينت يسمع حركه للخلف وللامام, للخلف والامام. مثل الفيرتبرا اوف ذا نيك, يعني هسه رقبتك ترجعها لي ورا وتقدمها لي قدام, هذا المفصل يسموه بايفت جوينت, ويسمع الحركه للامام والخلف.
جلايندنج جوينت، هاي جلايندنج جوينت شنو هذا؟ هذا يسمع سلايدنج يعني زحلقه او شنو تويستنج او فره، مثل البون اوف ذا ريست اند انكل، الكاحل والرسخ. هاي الكاحل والرسخ شنو نوع المفصل؟ جلايندنج. شنو الحركه؟ حركه ستص ايدك الرسخ ما تفره، شنو ما تقدر تسوي بيه سوي بيه، يعني ليش؟ لان بي جوينتس جلايندنج. اكو فيكس بون جوينت، هذا من اسمه، هذا جوينت اللي ما يتحرك، فيكس ثابت، دونت اول لو موف، ما يسمع الحركه، مثل عظام الجمجمه. هاي دائما تجي اختيارات. من هي الفيكس جوينت؟ مثل ايش؟ عظام الجمجمه ما تتحرك، فيكس جوينت عظام ثابته، واضح؟ زين هسه هذا السؤال شلون يجيك؟ سؤال يجيك مثلا هيب اند شولدر، يقول لك هيب اند شولدر تايب اوف جوينت، شنو نوع المفصل مالته؟ يحط لك بني، ايش تختار؟ تختار بولر سوكت وهكذا. زين هسه قبل لا جوينت بون جوينت ليبريكيشن ميكانيزم راح اقول لك فقره. طلاب عندنا جوينت ديزيز، خلينا نروح جوينت ديزيز ونرجع ديجه. طلاب الجوينت ديزيز الامراض المفاصل، طلاب عندنا اهم مرضين بالمفاصل، الخامس كله اهم موضوع تاخذه هو امراض المفاصل. طلاب المفاصل اول نوع اسمه روماتويد ارثرايتس، روماتويد ارثرايتس نسميه ار اي، هذا مصيب المرض، هذا الروماتيز. اذا سامعين بي اذا احد الروماتيز، يعني هذا المريض شو يقول له؟ يقول له دكتور انا من الصبح مكبل، ما يعني ايديا ورجليا ما اقدر احركهن، شويه شويه من اشتغل تروح هاي الاستفنس هاي اللي يجي، فيجون وعده اعراض ايديا بهن شكل، يعني مشكله حتى يعني مو بس بالمفاصل، هذا المرض سيستميك ديزيز، يعني مرض بكل الجسم وبالقلب، مشكله هذا المرض. هذا المشكله هاي ساينوفيال فلوت، تذكرون حكينا عليه من ساعه، قلنا عندنا ساينوفيال ممبرين يحرر ساينوفيال فلوت، هذا كلش اوفر برودكشن، راح ينفرز افراز كبير من الساينوفيال فلوت وين؟ بالمفصل. وكم اللي كوز سوالين جوين، يجيك المفاصل مالتها مورمه، يعني هو هاي خاصة الروماتويد أرثرايتس. طلاب انت تقدر مرحلة اولى الشخص روماتويد أرثرايتس يجيك مريض اصابع الزغار مورمة، واضح؟ طبعا هو هذا مرض يعني جدا مشهور، ومرض روماتيز ومرض مزمن، يعني يكون ياخذون علاجات هواي علاجات. اذا روماتويد أرثرايتس يجي يكون مفاصل مورمة، ويجي شنو المشكلة؟ الساينوفيال فلويد اللي حكينا عليه راح ينفرز بشكل كبير وين؟ بالمفصل. زين توصل مرحله حتى مرات نسحب منهم وكذا هذا المي. نوع اسمه اوستيو ارثرايتس او اي، هذا ار اي هذا واي، هذا هم مرض جدا مشهور، هذا يصير بالكبار بالعمر. هاي هذا المرض هذا اللي الناس يقول عليه المفاصل، وين رحت للطبيب ايش قال لي؟ والله بيها مفاصل. هذا هو هذا اوستيو ارثرايتس، مرض يعني يصير العظام واحد، هو هذا يسموه ديزيز اوف اولد ايج، يعني مرض مال الكبار بالعمر. هذا ديزيز وين؟ بالجوينت نفسه. بينما شوفوا الروماتويد ارثرايتس الروماتيز مرض وين؟ بالساينوفيال. وين هذا؟ وين؟ لا بالجوينت نفسه، وضعي هسه وخلاص. هذا بس عندنا هاي الليبريكيشن، هاي البوينت جوين ليبريكيشن، شلون المفصل راح يصير ليبريكيشن. طلاب مختصر الكلام انه يابا العظام، نهايات العظام ايش بون ايه؟ نهايه العظام عباره عن تكون مساميه بورس، واضح؟ ونوت فيري سموث كارتج، يعني مو كلش سموث، مو كلش رقيق، لا تكون بورس مساميه. ساعه تكون ليبريكيت، تسمع بالحركه يعني بالهذا التشحيم، يعني هذا والساينوفيال فلوت. يعني انه هسه واحد يقول لك شلون المفاصل تتحرك؟ يقول له يابا لان اكو فلوت اسمه ساينوفيال فلوت يساعد الحركه مالتها. زين الرفنس اوف ذا جوينت اوف ذا كارتليج، الخشونه مال الكارتليج مال الغضروف، وشونه الغضروف تلعب دور مهم بحركه المفاصل. ليش؟ لان خشونه المفصل هي اللي راح تحجز للفلود الساينوفيال، لان لو ما كان المفصل خشن فبالتالي الفلود راح يطلع لي برا، واضح؟ بسبب طبيعه المساميه. طلاب اللي اريد اقوله اني اهم شيء عندنا كوفيشنت اوف فريكشن. طلاب معامل شنو الفريكشن؟ اللي هو معامل الفريكشن شلون يعني؟ الفريكشن يعني الاحتكاك. طلاب باع هذا الرسم. طلاب هو لو ماكو احتكاك، يعني هو هذا المفصل يحتك بهذا وهذا يحتك بهذا، الاحتكاك هو اللي يولد لي الساينوفيال فلود السائل المفصلي، هو اللي يولد لي اياه ساينوفيال فلود، وهو اللي يخليه، يعني لو ماكو احتكاك ماكو ساينوفيال فلود، واضح؟ فاكو شيء اسمه معامل احتكاك، اسمه كوفيشنت اوف فريكشن. معامل الاحتكاك بالانسان الطبيعي بالمفصل الصحي الهيلثي جوينت مقدرها تحفظون الرقم 1% 0.01، واضح؟ وين 100 نيوتن اوف ذا فورس اكزيرت اوف ذا جوينت، اونلي 1 نيوتن اوف فورس نيد تو ذا موف it is less friction in the nature. طلاب اكو هاي كلش مهمه، معامل الاحتكاك coefficient of the friction هو ايش قد رقمه 0.01، وهو اقل معامل احتكاك بالطبيعه. طلاب هسه انت مثلا جيب مثلا دهن وتمشي عليه، ما راح تزلق بمعامل احتكاك، واضح؟ هنا اقل معامل احتكاك بالدنيا كلها هي مال المفصل اللي هو قيمته 0.01، يعني بيجيب لك اختيار يقول لك منو اقل معامل احتكاك؟ شو تقول له؟ تقول له coefficient of friction مال joint مع المفصل اللي هو قيمته 0.01. Under large shear stress viscosity of saline fluid reduce. إذا كان الستريس كلش قوي large، الفيسكوسيتي اللزوجة راح تقل. هاي لازم تعرفها. زين.
ولا مثل ما قلت لك، قلت لك الاحتكاك هو اللي يولد لي، هو اللي يولد لي اللبريكيشن، هو اللي يولد لي التزحلق مال المفصل وحركه المفصل. يعني لو ماكو برجر، البرجر كوزز لبريكيشن، الضغط هو اللي يسبب الاحتكاك، واضح؟ لان راح يصير عصر على المفصل وبين النهايات وتبقى بالكارتليج بالغضروف. As the pressure reduces the thread pull down the hole. يعني هسه الفكرة احنا هنا خلصت المحاضرة مالتنا. انا ركزت لكم هسه هذا اخر شيء حكيت لكم بس النقطة المهمة بي، اتمنى تكونون استفاديتوا وافتهمتوا بالمحاضرة، وان شاء الله نلتقي بالمحاضرات القادمة بالتوفيق ان شاء الله.